والله يكون حظنا افضل في المباراه الجايه مع الفريق اللي اخبار الاساينمنت ايه؟ ايه لسه ايه مش خلاص مش ميعاده لسه يعني 3 ايام انتوا سجلوا الاخر 3 ايام يعني طيب ماشي طيب طيب تعالوا نبدا محاضره النهارده نبدا بقى نخش ايه في تفاصيل اكتر من المرات اللي فاتت احنا اول ايه اسبوعين بدانا نتكلم الاول على يعني هو تو ليكتشرز يعني بس احنا خدنا اكتر من اسبوعين بدانا نتكلم على الاركيتكتشرز بتاعه الترانسيفرز وبدانا نشوف ايه بقى التريد اوفز في الاركيتكتشرز واني تشويسز احسن عشان ايه اعرف ماكسمايز في الاخر يعني الهدف ان انا ايه اعرف استخلص السيجنال بتاعتي من غير ما الانترفيررز او البلوكرز تاثر عليها واجيب احسن ايه اتشيفبل اس ان دي ار ده اللي كان بيدرايف كل الايه الديسكشنز او التشويسز اللي عندنا في الريسيفر اركيتكتشرز وهتشوفوا شبهها بالظبط في الايه في الترانسميت اركيتكتشرز ويمكن لما تتكلموا عليها نفس اكبر مشكله هي مشكله برضو ايه عكس الايمج بقى اللي هي ايه نسميها عكس الايمج اللي ايه عكس الايمج في الترانسميتر هي اسمها ايه السايد باند بقى مش كده يعني انت لو عندك ميكسر واحد بيطلع لك تو سايد باندز صح الميكسر بيطلع الفرق والمجموع مش كده فاحنا بصينا للميكسر في الايمج ناحيه الريسيفر صح لو بصيت له بقى من ناحيه الترانسميتر هتبقى المساله ايه اتعكست ليه ادي الميكسر اهو وداخل له الاي اف المره دي بدل ما كان داخل له الار اف وخارج وداخل له الايه ال او طيب الاي اف صغيره والال او كبيره اللي انت عايز تاب كونفرت بقى المره دي عليها العكس صح فهيطلع لك هنا ايه ال او بلس اي اف وال او ايه ماينس اي اف اللي هم بنسميهم التو سايد باندز يعني لو جيت ارسم بقى السبيكترم في الار اف هنا هيبقى شكله عامل ازاي لو يعني لو دي ال او فيبقى عندي ايه يمين ال او سيجنال وشمال ايه ال او سيجنال يبقى ال او بلس اي اف وال او ماينس اي اف فكده دي بالظبط نفس مشكله الايمج بس العكس في الترانسميتر دي بنسميها كده تو سايد باندز هتكلموا بقى عليها اكتر مع دكتور مبارك فساعات لو انت مش انت عايز تشغل سنجل سايد باند يبقى انت عايز تشيل ايه دي فكأن دي الايمج بتاعت الريسيفر بقت اسمها ايه في الترانسميتر اسمها السايد باند فبرضه هتلاقي نفس الاركتكتشرز احنا اتكلمنا عليها بس مقلوبه بالظبط هتلاقيها تطلع لك ايه سايد باند واحد بدل الاثنين وهكذا احنا هنتكلم بقى عليها بالتفصيل طيب نبدا بقى نتكلم شويه على ايه على السيركتس بس قبل ما نخش في السيركتس عايزين كده نريفيو ايه الاناليسيس تكنيكس ونبدا نتكلم على السمول سيجنال موديل ان شاء الله بتاع الترانزستور النهارده عشان نشوف ايه الحاجات الزياده بقى اللي في ترانزستور موديل اللي هنبدا ناخدها انتو اكاونت ونشوف تاثيرها على اللي احنا بنسميه بقى ايه الفيجر اوف ميريتس بتاعه الديفايس في الهاي فريكوانسي ديزاين الفيجر اوف ميريتس بتاعه الديفايس معناها ايه معناها الكوانتيتيز المهمه اللي بتحدد ايه كفاءه الديفايس ده في الاوبريشن بتاعنا طيب فهنتكلم يعني المحاضره هنقسمها نصين نص هنتكلم على التو بورت نتورك ديفينيشنز اللي متصله بالار اف ديزاين وهتلاقي دايما في المجال ده انت بتستعملها هتلاقيها موجوده عندك في كيدنس تعرف ترسم البارامترز دي وهنتكلم عليها بالتفصيل وبعد كده نتكلم على ايه على الهاي فريكوانسي ديفايس موديلنج هي نصين يعني طيب مبدئيا معظم احنا طبعا هنتكلم على ايه جنرال ريبريزنتيشن لاي تو بورت نتورك اللي هي ممكن تريبريزنت الامبليفاير بتاعي ممكن تريبريزنت ترانزستور حتى ممكن تريبريزنت السيستم بتاعي كله خلاص وطبعا مش شرط تبقى تو بورت ان جنرال ممكن تبقى ايه ان بورت يعني بس خلينا نسمبليفاي المساله معظم الاكزامبلز اللي هنتكلم عليها هتبقى ايه هتبقى تو بورت خلاص طيب فانتوا درستوا اوريدي في الكليه different types of ايه of
تو بورت نتورك بارامترز تقدر تديفاين بيها البروبرتيز بتاعت ايه التو بورت نتورك دي. من ضمنها ايه الزد بارامترز صح او الواي بارامترز او الاتش بارامترز او الجي بارامترز. كانت كل البارامترز دي لو تفتكروا بتعمل ايه بتربط الفولتجز بالكرنتس في التو بورتس مش كده. طيب فطبعا اتس فاليد واقدر استعملها بس ايه المشكله بقى لما اجي اطلع للهاي فريكوانسي للار اف والمليمتر ويف. لو تفتكروا الديفينيشنز بتاعت التو بورتس دي كان دايما ان انت بتقيس مثلا فولتج في بورت على كرنت لما تعمل للبورت الثاني مثلا ايه شورت سيركت او لما تعمل للبورت الثاني اوبن سيركت وهكذا. فانت عمال تقيس كوانتيتيز بس اندر كونديشن انك بتعمل ايه في البورت الثاني يا اوبن يا شورت. ده كان دايما الديفينيشن بتاع الايه الفور الفور بارامترز دول الواي والزد والاتش والجي. لو رجعتوا للمعادله بتاعتهم هتلاقي انها معتمده على اوبن وشورت. طيب ايه مشكلتي في الاوبن والشورت؟ لو انا في المعمل وجبت امبليفاير كده عايز اقيس الفولتج وكاركترايزه عند النود دي اندر كونديشن اوف اوبن سيركت او شورت سيركت اصلا انا هرسم الايه الطرف الثاني اللي هو الجراوند. فده بورت 1 مثلا وده بورت 2. طيب ازاي اقيس فولتج ات هاي فريكوانسي يعني مليمتر ويف بقى بنتكلم مثلا عند 30 جيجا هرتز 100 جيجا هرتز. هل هعرف اقيس الفولتج ده مثلا وانا ضامن ان ده اوبن سيركت؟ ده انا لو مجرد شويه كاباسيتنس بسيطه كده ظهروا حصل ايه؟ خلاص بقى عندي لودنج على طول مش هعرف اجيب الكونديشن بتاع الشورت سيركت سوري بتاع الايه بتاع الاوبن سيركت مش كده. طب والعكس لو عايز اقيس اندر شورت سيركت مثلا هقول لك والله انا هقيس حاجه اندر ان انا اعمل شورت سيركت هنا. شورت سيركت يعني ايه سلكه تو جراوند. طب هل في الفيري هاي فريكوانسي السلكه دي مش هيبقى ليها سام فاينايت ايه اندكتنس؟ فعمري ما اجيب اعرف اجيب ايديال شورت. فده ليميتيشن للايه للستاندرد بارامترز زي كده. البارامترز دي مشهوره قوي في اللو فريكوانسي ديزاين. ففي الهاي فريكوانسي ديزاين بما ان انت صعب انك تجيب في المعمل حاجه كاركترايز بيها الديفايسز اندر كونديشن زي الناس هربت من البارامترز دي وراحت للايه للاس بارامترز. ليه الاس بارامترز ايه الميزه بتاعتها؟ الاس بارامترز معظمها لما بتيجي تقيسها الكونديشن هو ايه انك تعمل ايه في الناحيه الثانيه تترمينيت الناحيه الثانيه بايه ب 50 اوم لود مثلا بريفرنس امبيدنس زد نوت اللي هي ان موست كيسز بتبقى ايه 50 اوم بس طبعا مش شرط يعني تمام. فان موست كيسز بتقيس البارامترز اللي انت عايز تحسبها اللي هي هنشوف هي عباره عن ايه بس اندر كونديشن اوف 50 اوم ترمينيشن. طب ايه ميزه بقى ال 50 اوم ترمينيشن؟ ميزه ال 50 اوم ترمينيشن ان هو افيلبل على طول معظم الكواكسيال كيبلز زي ما درسته في الويفز مش كده. تقدر تديزاين الكيبل ان هو يبقى ايه 50 اوم كيبل صح. مش بس كده الميجرمنت والتست اكويبمنت اللي انت هتقيس بيها الامبليفاير ده يعني انت زي مثلا عايز تقيس السبيكترم بتاع السيجنال اللي خارجه من الامبليفاير فبتدخله على حاجه اسمها سبيكترم انالايزر. السبيكترم انالايزر ده معظم الهاي فريكوانسي اكويبمنت دي بتبقى ماتش تو 50 اوم. فيبقى انت عندك الكيبل ماتشد والايه والتست اكويبمنت ماتشد تمام. ونفس الكلام في الار اف سورسز معظم الار اف سورسز اللي هتلاقيها افيلبل وبتتباع من شركات زي كي سايت اللي هي اجلنت يعني والشركات الثانيه هتلاقيها دايما السورس امبيدنس بتاعتها ايه ديزايند على 50 اوم تمام. فدي الميزه فساعتها اقدر اعمل ميجرمنتس اب تو فريكونسيز عاليه لحد يمكن 300 جيجا هرتز. في الناس تقدر تعمل ميجرمنتس ات فيري هاي فريكونسيز كده. فده طبعا اللي خلى الناس ايه تتجه اكتر ناحيه الاس بارامترز. طب وكمان الاس بارامترز ميزتها ايه بقى كمان؟ انت مش بتقيس فولتجز وكرنتس بتقيس باور تمام. بتقيس ايه انسيدنت باور وريفلكتد باور. يعني لو تفتكروا الديفينيشن بتاع الاس بارامترز اكيد بقى انتوا غطيتوا الكلام ده في كورسات المايكرويف بتفصيل. انت في الاخر انت بتريبريزنت بورت مثلا لو فرضنا بورت 1 بفولتج في 1 بلس اللي هو الانسيدنت فولتج مش كده واي بلس اللي هو الانسيدنت ايه كرنت وبعد كده فولتج الريفلكتد اللي هو في ماينس واي ماينس. بتريبريزنت الويف اللي نازله بايه بالاي 1 خلاص والويفر اللي راجع بايه بالبي 1. طب ايه علاقتهم ببعض؟ الاي 1 هي الفي ان او الفي 1 بلس اللي هي الانسيدنت بس نورمالايزد لايه؟ لجذر زد نوت. فالايه هي فولتج ويف فورم بس نورمالايزد لايه؟ للزد نوت. ليه بنعرفها نورمالايزد؟ عشان اسهل عشان لما اجي احسب الباور هتبقى ايه؟
نص ريل ال V في ال I conjugate مش كده، ال incident power اللي هي ال power incident. نشاور بالماوس اللي هي ال power incident على port 1 هي ايه؟ هي ال V incident اللي هي ال V plus، يعني طبعا نص ده ريل في الايماجينري او في الـ في الـ في الـ في الكومبلكس كونجوجيت بتاع الايه الاي 1 بلس، صح؟ فبتشيل الفي الفي بلس هي ايه؟ الفي بلس هي الاي نوت في في جذر ايه في في جذر زد، والاي الاي عكسها، صح؟ الاي هي ايه؟ الاي هي الفي ان على زد نوت، مش كده؟ لان انا فرض ان الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي ايه 50 اوم، مش كده؟ فلما اجي اعوض هنا في الباور هلاقي ايه؟ هلاقي طلع لي في الاخر ان الباور بقت هي بدل ما هي في تربيع على 2 زد نوت كانها بقت ايه نورمالايزد. فالاي اي دي عشان كده بنسميها ايه نورمالايزد فولتج ويف، فكاني عشان اجيب الباور ربعتها بس ما قسمتهاش على الايه على الزد نوت عشان انا عملتها نورمالايزيشن، تمام؟ اللي هو يعني كاني بدل ما اقول كانك بدل ما تقول يعني انت لو عوضت هنا يبقى الباور هيبقى ايه هيبقى الفي انسيدنت تربيع على ايه على 2 عشان هي بيك زد نوت، صح؟ فالفي تربيع على زد نوت اللي هي مين على طول اللي هي الاي، خلاص؟ فعشان كده بس عملنا لها ايه نورمالايزيشن فعشان هي تريبريزنت على طول الايه الباور، طبعا لما ربعها فهي فولتج، تمام؟ وطبعا العكس ناحيه الايه الباور اللي راجعه، يعني دي الباور انسيدنت ودي الباور ايه الريفلكتد. الباور ريفلكتد برضو هجيبها من الايه من في ماينس والاي ماينس، فالفي ماينس والاي ماينس اللي هم ريليتد لمين للبي كوفيشنتس، فالاي كوفيشنتس دول هم الانسيدنت ويفز والبي كوفيشنتس هي الايه الريفلكتد ويف، خلاص؟ فلما اربع الانسيدنت ويف هجيب ايه الانسيدنت باور، اربع ال بي تمام طبعا تربيع على 2 هجيب الايه الريفلكتد باور، خلاص؟ طيب بعد ما جبت الباورز دول الميزه زي ما قلنا دلوقتي ايه انا محتاج لو انا في المعمل بقى وعايز اكاركترايز الويفز دي يبقى انا محتاج اقيس ايه دلوقتي باور. طب اقيس ازاي بقى باور في المعمل هنا؟ زي ما كنت لسه بقول لكم في اجهزه اسمها سبيكتروم انلايزر هي بتقيس لك الباور على طول، هي دي الميزه في الموضوع. فهتحط الجهاز ده اللي هو السبيكتروم انلايزر هيقيس لك الباور كده، الميزه ان هو 50 اوم انبوت، تمام؟ فخلاص هاخد ممكن حتى بعض الاجهزه دي ممكن احط كابلر، يعني هو ايه ممكن احط كابلر اقيس باور من النود اللي انا عايزها في الدايره، تمام؟ والكابلر ده يبقى ايه 50 اوم، خلاص؟ فعن طريق الكابلرز والسورسز والباور الباور ديتكتورز اللي هو زي سبيكتروم انلايزر اعرف اكاركترايز على طول الايه الايز والبيز دول، تمام؟ لان انا هقيسهم عن طريق ايه عن طريق قياس الايه الباورز. طب جبت الايز والبيز دول معادله بقى الاس بارامتر طبعا هي ايه ريليتد للايه بتربط لك البي اللي هي الريفلكتد باور بالايه بالاي اللي هي الانسيدنت في الاس 11 الاس 11 ده اللي هو ريفلكشن كوفيشنت بتاع قد ايه من الانسيدنت رجع، صح؟ وبعد كده الكوفيشنت الثاني اللي هو ريليتد الحاجه اللي جايه لك بقى من ايه من بورت 2 اللي هي الانسيدنت على بورت 2 قد ايه منه جالك في ايه في بورت 1، وبعد كده العكس البي 2 اللي هي الباور بقى ايه اللي ريفلكتد من بورت 2 اللي هي كانها ايه مش اللي داخله اللي ريفلكتد، فكانها الباور اللي خارجه من الايه من الامبليفاير، خلاص؟ هي S21 اللي هو كانه ريبريزنت الجيم بتاع الامبليفاير مضروب في الA1 اللي هي الانسيدنت في بورت 1 زائد S22 في A2 اللي هي قد ايه من الباور النازله هنا رجعت لك تاني، لان هي ممكن يبقى في ايه ميس ماتش، خلاص؟ فدي الايه الطريقه اللي الناس بتستعملها في الايه في الهاي فريكوانسي ديزاين. طيب تعالوا نخش بقى نكتب شويه ايكويشنز كده عشان نعرف الديفينيشنز بتاعت الجين اللي هنستعملها، خلاص؟ فلو هنرسمها في حاله التو بورت نتورك زي ما اتفقنا دي بورت 1 بورت 2 يبقى A1 هي الانسيدنت B1 الريفلكتد، وطبعا هفترض ان عندي V source ومعاه source impedance ZS مش شرط يبقى ماتش طبعا
خلاص اي فاليوز زد اس والناحيه الثانيه عندي زد لود خلاص. طيب فالكوانتيتيز اللي انا عايز ابدا اعرفها ايه المهمه؟ عايز ابدا اقيس الباور ديليفرد للايه؟ للود، فاسميها بي لود. طيب عشان اجيب البي لود لازم ابقى عارف قد ايه باور هتخرج منين؟ من النتورك، فدي هسميها بي افيلبل نتورك. يبقى بي افيلبل نتورك دي هي الافيلبل باور اللي ممكن تخرج من النتورك، صح؟ طب امتى الباور اللي كلها اللي هتخرج من النتورك تروح للود؟ لو في هنا ايه بالظبط كده، لو في هنا بيرفكت ماتشنج تمام، لكن لو في ميس ماتش بين الامبيدنس اللي انا شايفها من اللود اللي هي ريبريزنتد بالريفلكشن كوفيشنت جاما ال والامبيدنس اللي انا شايفها من النتورك في الاوتبوت اللي هي جاما اوت، هيحصل ايه للسيجنال اللي خارجه من النتورك اللي هي بي 2؟ في جزء منها هيرفلكت يبقى اسمه اي 2، مش هيبقى ديليفرد للود تمام. يبقى اول معادله هي ان بي ديليفرد للود هي البي لا انا اسف دي معادله ثانيه، البي ديليفرد للود هي ايه؟ هي البي افيلبل من النتورك ماينس البي ريفلكتد تمام. خلاص فالبي ديليفرد من النتورك هي ايه؟ بي تربيع على ايه؟ بي تربيع على 2 ماجنتيود بي 2 سكوير على 2 ماينس الباور ريفلكتد اللي هي ايه؟ ماينس اي 2 تربيع. يبقى كده دي ايكويشن بتاعت الايه؟ الباور اللي وصلت للود. طب تعالوا نشوف السورس، نفس الفكره، ما هو السورس كان نفسه يطلع كل الافيلبل باور اللي فيه اللي هي بي افيلبل سورس. امتى كان هيطلع كل الافيلبل باور اللي جواه؟ لو كان في برضه هنا ايه؟ بيرفكت ماتشنج، ما كانش في اي حاجه هترجع، صح؟ طيب لكن الحقيقه اللي ديليفرد للنتورك هو مين؟ هو البي افيلبل من السورس ماينس مين؟ الريفلكتد باور اللي هي بي ريفلكتد من الايه؟ من النتورك. برضه اللي هيحدد قد ايه هيجت ريفلكتد هي العلاقه بتاعت جاما ان اللي هي الزد ان ماينس او مش ماينس يعني، وعلاقتها بايه؟ بالزد سورس او الايه؟ الجاما سورس. يبقى المعادله ساعتها هتبقى ايه؟ ان البي ديليفرد للنتورك هي انا هسميها البي انبوت اللي هي الانبوت باور بقى اللي دخلت الحقيقي للنتورك بتاعتي، هي الافيلبل باور من السورس بس مش كلها ماينس الجزء الايه؟ اللي ريفلكتد من النتورك. فده هيبقى اي 1 تربيع على 2 طبعا ماينس الايه؟ ماينس الجزء الريفلكتد اللي هو البي 1 تربيع تمام. يبقى شفتوا قياسات الباور على طول ربطناها بالايه؟ بالايهات والبيهات اللي هي هعرف اترانسليتد للايه؟ للاس بارامترز بتاعت الايه؟ النتورك على طول. طيب المعلومه بس الاخيره بقى بتاعت البيرفكت ماتشنج تمام. زي ما اتفقنا الريفلكشن كوفيشنت انت بتعرفه ازاي؟ انت بتعرفه على ان هو لو انا جيت مثلا قلت لك عند الانبوت نود دي ايه هو ريفلكشن كوفيشنت؟ معظم الناس بتعرفه ريلاتيف تو ايه؟ تو زد نوت، صح؟ للكاركترستيك امبيدنس. فهتقول لي والله جاما ان هو ايه؟ زد انبوت ماينس زد نوت اللي هي الريفرنس امبيدنس على زد ان زد ايه؟ زد نوت، صح؟ فده الجاما انبوت اللي انا شايفها من هنا، بس دي ريفرنس ليه؟ للزد نوت اللي هي نفترض انها 50 اوم. طيب ولو قلت لك الجاما سورس بتاعتي بكام؟ هتقول لي والله العكس بقى، انا هبص على كده فيبقى هي ايه؟ زد سورس ماينس زد نوت على ايه؟ زد سورس زد زد نوت، صح؟ طيب يبقى ايه الكونديشن اوف اللي هو ايه؟ الباور ماتش اللي انا ماكسمايز الباور ترانسفير على الانترفيس ده؟ ان المفروض ان الزد انبوت والزد اس يبقوا ايه؟ كومبلكس ايه؟ كونجكتس، صح؟ لو زد انبوت وزد سورس كومبلكس كونجكت يبقى انا هماكسمايز الايه؟ الباور ترانسفير على الايه؟ على الباوندري ده، مش كده؟ طب لو زد ان وزد اس كومبلكس كونجكت، بص للمعادله هنا، ده ريل ده الزد نوت وده ريل ده الزد نوت، وهنا زد انبوت زي دي وهنا زد انبوت زي دي، لما اخد الكومبلكس كونجكت بتاع ده مش يبقى كاني بقول لك يبقى ايه علاقه جاما ان بجاما اس؟ برضه كومبلكس كونجكت، صح؟ مش انت لو خدت يعني لو خدت الـ يعني ال الكونجكت بتاع الطرف الشمال ده يبقى هتاخد الكونجكت بتاع ده على ده، صح ولا لا؟ فده هيبقى ايه؟ الكونجكت بتاع ده وده الكونجكت بتاع ده، مش كده؟ فيبقى ساعتها الكونديشن بتاع البيرفكت باور ترانسفير هو ان زد ان هي الكومبلكس كونجكت بتاع زد ايه؟ سورس، او ان جاما ان هي الكومبلكس كونجكت بتاع ايه؟ جاما سورس، خلاص؟ اللي هي الريفلكشن كوفيشنت اللي انت هتشوفه من النتورك بس ريفرنس تو ايه؟ زد نوت، خلاص؟ طيب ف
والعكس طبعا جاما. جاما ايه؟ جاما سورس. فايه بس عشان نبقى ايه يعني متفقين ان امتى الافيلبل باور هتساوي الديليفرد باور للنتورك؟ لما الكونديشن ده ايه يتحقق، ان انت عندك ايه جاما ان هي الكومبلكس كونجوجيت بتاعه جاما اس، او زد ان هي الكومبلكس كونجوجيت بتاعه ايه زد سورس. ساعات بقى الناس بتعمل خطوه زياده في الديزاين، ان هو يقول لك ايه طيب انا ليه انسب الجاما دي ريليتيف لزد نوت؟ ما هي زد نوت دي ملهاش وجود في المساله هنا، صح ولا لا؟ مفيش يعني هنا مفيش حاجه اسمها زد نوت في المساله دي. طب ليه ما احسبش عند الانترفيس ده حاجه اسمها جاما ان بس ريليتيف لمين؟ للسورس امبيدنس، مش ريليتيف لزد نوت. فهيبقى ايه معادلتها بقى؟ معادلتها هنا بقى مختلفه شويه، هي مش زد ماينس زد، لا هي زد ماينس زد كونجوجيت. خلاص. طب ليه انت ما شفتش كونجوجيت في المعادله دي؟ لان زد نوت ريال على طول فما فرقتش. لكن التعريف الصح للرفلكشن كوفيشنت عند اي باوندري لو جيت تعمل الديفينيشن بتاعه هيبقى الزد دي ماينس الزد دي كونجوجيت، تمام؟ على ايه؟ طبعا على مجموع. طيب يبقى تعالى نفكر كونسبتشولي كده، يبقى معناها كده لو في بيرفكت ماتشنج عند الانترفيس ده يبقى انا بقول ان زد ان وزد ان كونجوجيت بكام؟ ها بيساوي بعض الزد وزد كونجوجيت. يبقى الجاما ان ريليتيف للسورس امبيدنس بكام؟ بصفر. وده اللي انا عايزه. ليه ده معناه ايه ان الجاما دي تبقى بصفر؟ معناه ان مش هيحصل اي ريفلكشنز على الانترفيس ده، صح؟ فيبقى انا حصلت على الايه البيرفكت باور ماتش، وفعلا الافيلبل باور في السورس راح للايه للنتورك. خلاص. فيبقى اخد بالي بس ان ايه ان امتى الجاما تبقى بصفر؟ لو انا بحسبها ريليتيف للسورس امبيدنس. فمش معنى كده ان دي لازم تبقى بصفر، يعني ما حدش قال عشان يحصل باور ديليفر كامل للبي افيلبل ان الجاما ان تبقى بصفر. واخدين بالكم الفرق؟ ليه؟ لان الجاما ان متعرفه ريليتيف لمين؟ لزد نود، مش ريليتيف لزد ايه؟ لزد سورس. خلاص. فيبقى اللي مهم تبقى بصفر هي الجاما ان ريليتيف لمين؟ للسورس امبيدنس، اللي هي نفس الكونديشن اللي هي رجعنا لنفس الكونديشن اللي كنا بنتكلم عليه منين؟ من شويه، ان الجاما ان تبقى ايه؟ الجاما سورس كونجوجيت. طبعا احنا في الرسمه دي مبسطين، يعني كان الترانسميشن لاين، يعني لو زد نوت بقى مش هي كلامك صح، يعني لو زد نوت ما هياش زد اس. فيبقى انت عشان الموديل ده يبقى صح ايه؟ يبقى هتاخد بقى الزد سورس وتلففها مع الترانسميشن لاين وتجيبها بعد كده على الايه؟ فدي بقت السورس امبيدنس الجديده بتاعتك. فاهم قصدي؟ لا ما دي بقى من السيركت، صح؟ يعني انت حط اتنين كده، انت ارجع بقى اعملها، دي معادله بسيطه قوي، صح؟ حط انت كده فولتج سورس، خلاص، وحط زد 1 وحط زد 2، خلاص، مش ريل بقى، حطهم كومبلكس، ماشي؟ واحسب الباور ديليفرد هنا، خلاص، اكتب المعادلات وفاضلها، هتلاقي ان الحل بتاعها ان زد 2 بتساوي ايه؟ ها؟ زد 1 كونجكت. الريل بيساوي الريل بالظبط. فانت لما ترجع لمساله الريل كانك عشان الايماجينري بارتس تكنسل بعض، هو كده كده الايماجينري بارتس مش مفروض ان هو مش هيديسيبيت ريل باور بالظبط. ممكن تفكر فيها كده، ممكن تفكر فيها كده. لو في زد نوت هنا قصدك في النص؟ مكان بالظبط، ما كان لسه باشمهندس بيسال السؤال ده، يعني تعالى ايه نرسمها هنا. لو انت عندك ادي سورس اهو، خلاص، ومعاه زد سورس، وبعد كده عندك ترانسميشن لاين زد نوت ليه طول معين مثلا ال، بعد كده بقى داخل على النتورك، خلاص. فانت لو عايز تعملها نفس المساله دي، خلاص بقى بص على الزد ان الجديده دي، يبقى دي زد سورس داش، يعني فاهم قصدي؟ فكان الزد سورس ده هيلف على سميث شارت فهيجيب لك انيو ايه زد سورس. فاهم قصدي؟ لان هنا طبعا كده بقى في بقى ريفلكشنز، ما بقاش في ماتشنج هنا بالظبط كده. فساعتها انا عايز اعمل بقى ايه؟ انا مش عايز يحصل ميس ماتش هنا، تمام؟
حصل طبعا، وده برضو مش كويس. مظبوط طبعا، كل ما يبقى كل انترفيس ماتش ده احسن، مش كده؟ مظبوط. يعني الباور افيلبل من السورس بالظبط، يعني تعال نرجع المسألة دي. خلاص الباور افيلبل من السورس هو الباور اللي السورس ده كان هيخرجها لك لو كان فيه هنا ايه بيرفكت ماتش. خلاص اللي هي هل هتبقى التوتال باور اللي خارجه من السورس؟ لا، نصها. واخدين بالكم من الحته دي؟ يعني لو ده بيطلع بي خلاص، وانا عملت بيرفكت كونجكت ماتش، اللي هيوصل هنا هو ايه؟ هو بي على 2. ليه؟ لان نص الباور هتروح في دي ونص الباور هتروح في دي، تمام؟ بس انت بقى لو في ميس ماتش هتخسر كمان فوق الايه؟ البي على 2. الباور بتاعت اللود اللي هي ايه قلنا؟ اللي هي الباور افيلبل من النتورك اللي خارجه ماينس الباور اللي ريفلكتد اللي رجعت. فاللي خارجه هي مين؟ بي 2 تربيع نص بي 2 تربيع، ده اللي خارج ماينس اللي راجع، يبقى نص ايه؟ 2 تربيع، تمام؟ البي افيلبل تبقى بي على 2 على طول بالظبط. بس خلي بالك بقى ايه، انت في كيدنس لما بتكتب في السورس انا عايز باور بكذا، دي اني باور؟ دي اللي جوه السورس ولا دي الافيلبل؟ الافيلبل. يعني انت لما بتكتب مثلا عايز من هنا 0 دي بي ام، هو بيحط لك الافيلبل باور 0 دي بي ام، فانت لما تحط ماتش لود هتاخد نصها، فاهم قصدي؟ فما حدش بيبص للباور اللي جوه السورس، هو بيشوف هتخرج منه كام، تمام؟ ماشي؟ كومبلكس كونجكت بقى. لا، ما هو ممكن ايه بقى؟ ما هو ممكن يحصل ميس ماتش هنا. صح، فانا لازم اشوف بقى الزد انبوت دي هتجيب لي الامبيدنس هنا قد ايه؟ وقد ايه من اللي خرج ده هخسره هنا؟ فكل انترفيس ممكن اخسر منه شويه بالظبط كده من اللي بعدها. تمام. بالظبط كده بالظبط، تمام. طيب طبعا كده احنا ايه، يبقى احنا كده جبنا الديفينيشنز بتاعت الباور، ربطناها بمين؟ بالايهات والبيهات، صح؟ طيب ايه بقى الخطوه الجايه بقى؟ هعرف الجينز، عايز اعرف الجين، ما انا جبت الباور، الباور ده داخل والباور اللي خارج، فهبدا اتكلم بقى معاكم على تعريفات باور مختلفه. طيب لو عرفنا الباورز الجينز بدلاله الريشيو اوف سيرتن باورز هنتكلم عليها دلوقتي، يبقى انا هعرف اربط الباور الجينز بمين على طول؟ بالايز والبيز. طب الايز والبيز اعرف على طول من السلايد اللي فاتت اعوض بمعادله الاس بارامترز، صح؟ فيبقى هعرف اربط على طول الجينز بالايه؟ بالاس بارامترز، تمام؟ فانتوا كده محتاجين كام معادله من معادله الاس بارامترز؟ معادلتين. خلاص هيبقى لك معادله كمان اللي هي مين بقى؟ اللي هي الجاما. ليه؟ لانك هنشوف دلوقتي المعادلات الجين هتلاقيها مربوطه بالاس بارامترز والجاما. طب الجاما هتيجي منين؟ ما انا لو جيت مثلا قسمت ده على ده، في حاجه طيب ف فقلنا ايه؟ فقلنا لما اجي اقسم ده على ده خلاص هيبقى عندي ايز وبيز هعرف اربطها بالاس بارامترز. مش كده بس، انت جيت ده لو خدت كومن فاكتور من هنا مثلا، لو خدت كومن فاكتور البي 1 على الاي 1 ده مين؟ ها؟ ده ايه؟ الجاما. خلاص؟ مش اس 1 1 الجاما. ايه الفرق بين الاس 1 1 والجاما؟ ها تعالوا نفكر فيها كده. الديفينيشن بتاع اس 1 1 ايه؟ لو جيت بقى رجعت معادلات ال 2 بورت، هي الريفلكشن اللي هيجي من هنا بس اندر وات كونديشن؟ ان ده ماتش ل 50 اوم. لكن الجاما مش كده. الجاما الديفينيشن بتاعها هي ايه؟ هي البي اللي رجعت على الاي under what condition؟ under السيركت زي ما هي. فده الفرق بين الاس 1 1 والايه؟ والجاما ان
او الاس 2 والايه والجاما اوت نفس الفكره ان الاس 2 برضو هي ايه الريشيو هنا بس اندر 50 اوم ترمينيشن. تمام، يبقى هي دي بس المعادله اللي هتبقى ناقصه عشان ايه تربطوا الحاجات دي ببعض. طيب تعالوا نبدا بقى نتكلم على تعريفات الجين. اول جين انت قصدك الحاله دي صح؟ ما احنا اتفقنا لو هو عملت كومبلكس كونجوجيت ماتشنج خلاص تحولت بقى لريزستور ديفايدر. فانت لو عندك هنا في هيجي لك في على 2 في على 2 صح؟ فلما الفولت هيتقسم على ايه؟ على 2 مش كده؟ لا تاني المعادله اللي فاتت مالها بي تساوي البي تساوي يعني بالظبط البي افيلبل من السورس خلاص قلنا كان هي نص الباور اللي جوه السورس. بس زي ما بقول لك ما حدش اصلا بيتكلم على الباور اللي جوه السورس. انت دايما اي سورس بتستعمله بتتكلم على الباور اللي هتخرج منه لو عندك ماتش لود اللي هي البي افيلبل من السورس. ماليش دعوه بقى هو جواه كام لان هو بيبقى جواه ضعف الرقم اللي انت هتحطه. فاهم قصدي كباور؟ تمام؟ طبعا انا هنا 2 بورت فانا افترضت بس ان بورت 2 هو الماتش، لكن لو ان بورت يبقى كلهم ترمينيتد بالريفرنس امبيدنس بتاعتك. انت قصدك اس 1 1 وجاما ان صح؟ مظبوط. جاما ان دي تعرفها ايه؟ ها الريفلكتد ويف اللي هي البي 1 على الايه؟ على الاي 1. لكن دي تعرفها البي 1 على الاي 1 بس اندر يعني من معادله بقى الاس بارامتر اللي رجع لها في السلايد اللي فاتت لما بالظبط كده لما يكون هنا في بيرفكت ترمينيشن ما فيش اي اكسايتيشن من هنا. تمام؟ فهو ده الفرق بس بينهم. طيب تعالوا نبدا نتكلم بقى على اول تعريف جين بنسميه الباور جين. خلاص الباور جين هو التعريف الايه المنطقي اللي هو هتقول لي والله الباور اللي راح للود ده اللي انت عايز تقيسه الباور اللي وصل لمين لللود. طيب بس على انهي باور بقى؟ على الباور اللي دخل للانبوت بتاع الامبليفاير بتاعي. تمام يعني احنا اتفقنا ده ايه ده بي ديليفرد صح وده ايه وده بي لود اللي وصل هنا هو ايه بي لود. فالباور جين هو الباور اللي وصل للود بعد كل بقى الريفلكشنز اللي حصلت على الباور اللي اتدخل للنتورك. يبقى ماليش دعوه برضو ضاع مني قد ايه وهو داخل للنتورك هنا صح؟ فيبقى ده تعريف اول باور جين. طيب يبقى هل بقى الباور جين ده واخد في حساباته الميس ماتش هنا ولا لا؟ واخدها. ليه؟ لانه خد الباور اللي خلاص النت اللي وصلت للود. فلو كان في ميس ماتش هنا عالي يبقى انت خسرته صح؟ فيبقى خد في حسابه الميس ماتش اللي حصل هنا. طيب بس لما قال لك لا ده مقسوم على الباور ديليفرد للنتورك يبقى هل خد الميس ماتش هنا؟ ما خدوش. ليه؟ لانه خلاص حسبها ريلاتيف يعني لو كان في لوس ميس ماتش عالي قوي هنا تمام هو لما جه قسمها على مين؟ قسمها على الباور اللي دخلت ما قسمهاش على الباور الكليه اللي كان المفروض تخرج من ايه؟ من السورس. تمام؟ فيبقى ده ايه؟ اول بس ايه؟ معلومه ان هي هتبقى اندبندنت على السيجنال سورس زد اس، لان انا لو غيرت زد اس هنا وحصل لي ميس ماتش هنا مش فارق معايا لان انا بقسمها في الاخر على الباور اللي دخلت لمين؟ اللي دخلت النتورك. وفعلا لما تيجي بقى تكتب انت الايكويشنز يعني اتفقنا خلاص انت عرفت باور لود والباور ديليفري للنتورك هتلاقيها طالعه فانكشن في مين بس؟ اس 2 1 في جاما ان وجاما ال واس 2 ما طلعتش فانكشن في مين؟ في الزد سورس. خلاص يعني بس ايه شويه بس ديريفيشنز بسيطه يعني. طيب تعالوا نبص على النوع الثاني الافيلبل باور جين. طيب ايه الافيلبل باور جين؟ يعني بالظبط يعني انا بس هنا كاتب لكم الفاينل ايكويشن بس هي هتجيبها ازاي؟ زي ما اتفقنا بقى انا هرجع هنا ادي معادله الايه؟ البي لود ودي معادله الايه؟ بي ديليفرد هقسم دي على دي خلاص وابدا بقى ايه؟ بالظبط هاخد بقى هاخد مثلا كومن فاكتور فاقوم مطلع الايه؟ البي على الايه فرحت جايب جاما ان هاخد ده كومن فاكتور فرحت جايب ايه؟ الـ A2 على B2 اللي هي ريليتد لايه؟ للجاما اوت
وبعد كده اعوض بقى بمعادلات الايه الاس بارامترز تمام لحد ما اوصل للايه الشكل ده. طبعا شايف واضح ان فانكشن في مين اهم واحده فيهم S to one. S to one هي اللي هتريبريزنت الايه الجيم بتاع الامبليفاير بتاعي. بس فانكشن بقى في شويه الميس ماتشز اللي حصلت عند الايه اللود تمام. طيب بس مش جاما سورس يعني مش فانكشن في السورس فاهم قصدي. هي طالعه فانكشن في البي على الايه اللي هي الجاما ان فاهم قصدي. بس هل الجاما ان فانكشن في السورس؟ ها تعالى ارجع بص على المعادله. الجاما ان فانكشن في مين؟ مش فانكشن في الزد سورس واخد بالك. فعشان كده بقول لك هي مش فانكشن في حصل ريفلكشن قد ايه عند الانبوت بورت. الزد نوت ما ده الجنرال ديفينيشن بتاع الجاما ان انت بتريفرنس للزد نوت. ايه لا دي بقى من الاس بارامتر ايكويشنز اللي هي دي ما هي دي اصلا كانت مربوطه بالزد نوت اصلا فاهم قصدي. الاس 1 ظهرت من هنا بقى ما انت ما انت اهي اهي لا ماليش دعوه بالكونديشن بتاع الماتشنج. انا بقول لك انت عندك بقى علاقه بين البي 1 والايهات والبي 2 بالايهات من معادلتين. فانا بقول لك عندك معادلتين زياده من هنا من معادله الاس بارامترز هتستغلهم بقى هناك هتلاقي الاس 2 1 ظهرت لك. لا لا ما بقولكش عوض اندر سيرتن كونديشن هتعوض بقى بمعادلات زي ما هي. مش هتفترض ان في 50 او ماتش ولا حاجه فاهم قصدي؟ خلاص؟ لو كنت ماتش كده الباور هنا يساوي الاس 2 1 لو في ايه تاني؟ استنى بقى على الكونديشنز دي هتظهر في الجين. يعني انا عارف انتوا بتفكروا في ايه بقى؟ ايه بقى السبيشال كيسز هنشوفها. خلينا يعني اديني بس دقيقه لما نتكلم على ايه على الانواع اللي بعد كده هنتكلم عليها بالتفصيل. الاس 2 1 ماله مظبوط مظبوط. ما انت مش هتشوف الاس 2 1 كله ما هو اتضرب اهو في حاجات ايه في ترمات ثانيه. يعني ادوني لحظه واحده هتشوف امتى هتشوف الاس 2 1 كله. يعني ادوني لحظه واحده لما نتكلم بقى على السبيشال كيسز دلوقتي خلاص. خلينا بس نكمل بقيه انواع الجينز هتوضح الدنيا. طيب النوع الثاني بنسميه ايه الافيلبل باور جين. خلاص ايه الافيلبل باور جين؟ الافيلبل باور جين بسميه الباور جين العادي بنسميه جي بي عاده تمام. بس طبعا كل سيميليتر ممكن تلاقي ليه تسميات مختلفه. يعني الافيلبل باور جين بنسميه جي اي جي افيلبل. طب تعريفه ايه بقى؟ هو الباور اللي افيلبل من النتورك خلاص مش الباور اللي راح لللود. لا هو الباور اللي افيلبل من النتورك خلاص على مين؟ باور الافيلبل من الايه من السورس. يبقى ده تعريف مختلف خالص عن الايه عن الاولاني مش كده. يبقى هو شاف انت عندك افيلبل باور قد ايه ممكن يخرج من النتورك ولا خلاص انا هعتبر ده الاوتبوت بتاعي تمام. وقسمه على الباور اللي ايه اللي ممكن يخرج من الايه من السورس بتاعه خلاص. طيب فده عشان يوصل له عشان يوصل للافيلبل باور من النتورك هنا يبقى كانه افترض ان في هنا ايه بيرفكت كونجكت ماتش صح. ليه؟ لان هو افترض ان الكميه الكوانتيتي بتاعه الاوتبوت بتاعته هي الباور الافيلبل من النتورك كلها يبقى افترض ان في ايه كومبلكس كونجكت ماتش فين في الاوتبوت خلاص. طيب بتعتمد على ايه بقى؟ هل بتعتمد على اللود امبيدنس؟ لا. ليه؟ لان هو فرض ان في كومبلكس كونجكت ماتش عشان يعرف يحصل على الباور ديليفر من اللود يبقى هو ايه فرض ان هنا في كومبلكس كونجكت ماتش فهي مش هتبقى فانكشن المره دي في ايه في الزد لود تمام. طيب لما تيجي تبص على المعادله بتاعتها هتلاقيها برضو ريليتد للايه للاس 2 1 وفعلا مش فانكشن في الزد لود. الزد لود طبعا مقصود بيها مين هنا؟ جاما لود. يعني اللي فوق كان فيها جاما لود واضحه دي ما فيهاش جاما ايه ما فيهاش جاما لود المره دي تمام. طيب بس بتعتمد على مين؟ على السورس امبيدنس خلاص. ليه بتعتمد على السورس امبيدنس؟ لان انا قسمت على ايه على الباور اللي افيلبل من السورس مش كده.
لكن هل افترضت ان هنا في حاجه على الباوندري ده؟ لا بس في حاجه بقى يعني خليني اسالكوا سؤال. هو انا لو كنت فرضت ان في كومبلكس ماتش هنا كمان مش يبقى ده اعلى باور ممكن اخده هنا من الاوتبوت؟ طيب هل انا قلت كده؟ لا مش كده. ليه؟ لان انا حسبت الباور ديليفرد هنا اندر اني كونديشن، هي اندر الماتشنج هنا بس، انا ما قلتلكش ان انا عملت ماتشنج هنا. واخدين بالكم الحته دي؟ ليه؟ انا قلت الباور ديليفرد لللود، فيبقى انا انهيرنتلي اسيومت ان في بيرفكت كومبلكس كونجكت ماتش في الاوتبوت. لكن وانا بحسبها ما روحتش افترضت ان الزد سورس بتساوي ايه؟ الزد ان كومبلكس كونجكت. انا الخدعه بس اللي انا عملتها ان انا اما قسمتها على الانبوت، قسمتها على اني انبوت الافيلبل من هنا، هل ده كله هيخش لي؟ لا مش كله هيخش لي اصلا. فهو الجين ده القيمه بتاعته هتطلع اقل من الماكسيمم اللي ممكن احصل عنه. ليه؟ لان انا ما افترضتش ان هنا حصل ايه؟ كومبلكس كونجكت ماتش. انا قسمته على الباور العاليه اللي ممكن كانت تطلع من السورس بس هي ما طلعتش منه. تمام؟ فعشان كده هو مازال فانكشن في مين؟ مازال فانكشن في الايه؟ في السيجنال سورس امبيدنس. ليه؟ فانهي ترم فيهم؟ بالظبط في الباور اللي افيلبل من النتورك ده فانكشن في الايه؟ في الزد سورس لان هو خد الميس ماتش اللي حصل هنا. واخدين بالكم؟ يعني اللي هو فانكشن من الجزء اللي فوق مش من الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت ده خلاص انا ايه واخد الباور اللي خارج من السورس اللي كان ممكن يخرج منه. تمام؟ طيب قبل بقى ما طبعا انتوا اكيد بتفكروا طب هو ايه الماكسيمم جيم بقى في اعلى حاجه، بس قبل ما نروح له هنعمل واحد مختلف برضو سنه وبعدين نتكلم عليه. اني الباور جين ده؟ فرض ان انا كده عامل لا الباور جين ده مش فرض اي حاجه، الباور جين ده بيحسب الباور اللي راح لللود على الباور اللي دخل من غير اي اسامبشنز. تمام؟ الافيلبل فرضنا بقى اول فرض ان في ماتشنج فين؟ في الاوتبوت لان انا اخدت الديليفرد. تمام؟ اني واحد؟ اه بالظبط كده بالظبط. لا مش فاكر. تمام طيب تعالوا نبص على النوع الثالث وبرده ده بقى هو اسمه غريب شويه اسمه ترانسديوسر باور جين بس الحقيقه هتلاقي ان انتوا بتستعملوه كتير جدا وانتوا مش واخدين بالكم خلاص اوريدي هتلاقيكم انتوا بتستعملوه. ايه بقى ترانسديوسر باور جين ده؟ الترانسديوسر باور جين بنسميه جي ترانسديوسر جي تي. تعريفه ايه؟ الباور ديليفرد لللود فيبقى شبه مين؟ شبه الباور جين خلاص. بس المره دي يبقى ما افترضتش اي حاجه هنا، يبقى ما افترضتش اي كومبلكس كونجكت ماتش هنا صح؟ بس قسموا على مين بقى؟ ما قسموش على الباور اللي دخلت للنتورك زي الباور جين الاولاني، لا قسموا على مين؟ الباور الافيلبل من السورس. واخدين بالكم؟ يعني خلاص قال لك بقى ايه؟ انا ماليش دعوه، انا ابص من الاول للاخر وخلاص، انا هبص انا وصل كام لللود وهبص انا السورس ده كان المفروض يطلع لي كام؟ يبقى كده خد المس ماتش هنا ولا لا؟ خد المس ماتش هنا، يبقى لو في مس ماتش هنا والباور دي قلت هو ملوش دعوه، هو بيقسم على الباور العاليه اللي كان المفروض تخرج من الايه؟ من السورس. تمام؟ فيبقى ده واخد تاثير المس ماتش هنا وهنا، فده فانكشن في بوث مين؟ زد لود وايه؟ وزد سورس، لانه خد المس ماتش في الناحيتين. طبعا ده هتلاقي الاكسبريشن بتاعه بقى ايه؟ اعقد شويه. طيب ليه بقى ده احنا دايما بنستعمله؟ تعال بص بقى على السبيشال كيس بتاعته. لو انا افترضت دلوقتي ان الامبليفاير ده انا بكاركترايزه ان 50 اوم انفايرمنت، فيبقى انا حاطط الزد نود الزد لود بكام؟ ب 50 اوم، يبقى الجاما ال بكام؟ ها؟ يعني ب 0 دي بي اللي هي ب 1 يعني صح؟ ليه؟ لان اتفقنا الجاما اللود ريلاتيف لمين؟ للزد نود، فلو هي 50 خلاص يبقى الجاما ال بصفر او بواحد يعني صح؟ لا بصفر، انت هتلخبطني ليه بس؟ بصفر، صفر ريشيو خلاص؟ بناقص انفينيتي دي بي ماشي. يبقى الجاما ال بايه؟ قلنا الجاما ال بزيرو طالما انا ايه؟ 50 اوم. طيب ولو السورس امبيدنس برضه 50 اوم يبقى الجاما اس بكام؟ برضه بصفر. طب اطلع بقى عوض في المعادله بتاعت الترانسديوسر جين ده، حط الجاما سورس بصفر
الترم ده كله راح، حط الجاما ال بصفر الترم ده راح، وبرده هنا ده هيبقى بزيرو، ده هيبقى بزيرو، يبقى 1. يطلع لك الترانزيستور جين هو مين على طول؟ هو الاس 2 1. طبعا كلكم عارفين الاس 2 1 مش كده؟ هو بالظبط اللي انت بتعمله. يعني انت بتاخد اي امبليفاير بتحطه في سيركت، حط له تو بورتس تقيس الاس 2 1. هي دي الاس 2 1 هي عباره عن ايه؟ هي ترانزيستور جين. فعشان كده الترانزيستور جين ده مشهور الديفينيشن بتاعه، لان هو اندر السبيشال كيس ان هو ده اللود والسورس 50 اوم، هو مين؟ هو الاس 2 1. وزي ما اتفقنا معتمد على الايه؟ قيمه السورس امبيدنس وقيمه اللود امبيدنس، لان هو واخد الايه؟ الميس ماتش هنا والميس ماتش فين؟ والميس ماتش هنا. لا انا بقولك ده مش اسامبشن، انا بقولك في السبيشال كيس، لو في سبيشال كيس ان الزد لود 50 اوم والزد سورس 50 اوم، هتعوض في المعادله اللي فوق، هتلاقي ان الترانزستور جين بقى هو اس 2 1. بس طبعا بما ان ده باور جين وده ايه؟ ده جين بتاع فولتج كوانتيتيز، فلازم يبقى التربيع مش كده؟ يعني الاس بارامترز دي فولتج ويف على فولتج ويف، فلما اجي اجيبها باور جين لازم اربعها، عشان كده طلع لي بالتربيع. يعني باخد 20 لوج الاس بارامترز. تمام؟ ها قول سؤال. اي جيم من دول تقدر تكاسكيد، مفيش مشكله، بس المهم تاخد بالك انت ايه، يعني ان انت تكنسل الكوانتيتي اللي في النص وانت ماشي بالمعدات، فاهم قصدي؟ طب فكر في السؤال وقولوا لي، مفيش مشكله بعد المحاضره. طيب زد لود ايكوالز ايه؟ زد 2 تقصد ايه معلش؟ لا انا هنا مش فارض في كونجكت ماتش عشان الكونديشن ده، صح؟ يعني ايه؟ يعني انا بحسب الباور اللي راحت للود، فالجنرال كيس مش باسيو اي كونجكت ماتش، ولا في الانبوت ولا في الاوتبوت، واخد بالك؟ ماشي. السبيشال كيس برضو انا ما قلتلكش ان الزد اوت هي كمان 50 اوم، انا بقول لك بس انا بكاركترايزه فور لود 50 اوم، فاهم قصدي؟ فما قلتش ان الجاما لود ريليتيف للزد اوت هي اللي بصفر، لا هي الجاما لود بصفر ريليتيف لل 50 اوم. ماشي؟ لسه بقى ما قلناش انهي اكبر حاجه، يعني ادوني لحظه بقى واحده. اكبر حاجه اللي هي دي خلاص، اللي هي اسمها ايه؟ الماكسيمم افيلبل جين او الماكسيمم ترانسديوسر جين، هتشوف انها هيطلعوا حاجه واحده خلاص. ليه؟ ايه بقى اكتر حاجه ممكن اخدها؟ زي ما قلنا بعمل كومبلكس كونجكت هنا وكومبلكس كونجكت ماتش فين؟ هنا. طيب فلو هاجي اعرفها، تعالوا نعرفها من الافيلبل جين، هي لو جيت تفكر فيها. ليه؟ لان انت بص على معادله الترانسديوسر جين خلاص، وبص على معادله الافيلبل جين خلاص، الاثنين مقسومين على مين؟ على بي افيلبل من السورس، اللي هي اقصى باور هتاخدها لو انت عامل ماتشنج فين؟ عند السورس، صح؟ طيب بس واحده بتقول لك ده البي لود، والثانيه بتقول لك ايه؟ البي افيلبل من النتورك، صح ولا لا؟ امتى الاثنين يتساووا؟ لو عامل بيرفكت كومبلكس كونجكت ماتش خلاص. فده اللي انت هتعمله بقى في الماكسيمم افيلبل باور جين، هو ايه؟ هو اي واحد فيهم لما يحصل ايه بقى؟ لما بقى السورس امبيدنس واللود امبيدنس كونجكتلي ماتش للايه؟ للانبوت والاوتبوت. يبقى انت لو افترضت بقى ان انت عندك بيرفكت كومبلكس كونجكت ماتش هنا، يبقى البي لود بقت هي مين؟ البي ديليفرد من النتورك. طب ولو عندك كومبلكس كونجكت هنا، يبقى البي انبوت للنتورك او بي ديليفرد للنتورك بقت هي مين؟ البي افيلبل من الايه؟ ده يبقى اكبر باور تقدر تدليفر اللود ولا لا؟ فده يبقى اعلى جيم بالنسبه لك. فزي ما انت شفتوا الاثنين هيدوك نفس القيمه بالظبط. ليه؟ لانك لو عوضت هنا خلاص، ما الاثنين مقسومين على نفس الحاجه، والاثنين اللي هي بي لود او بي ديليفرد او بي افيلبل من نتورك، الاثنين بقوا بنفس القيمه لو انا افترضت ايه؟ ان في كومبلكس كونجكت ماتش. فده اعلى جين ممكن احصل عليه، وبنسميه جي ماكس خلاص. ليه اسماء كتيره طبعا، في اي دي اس بيسموه ماج اللي هو الماكسيمم افيلبل جين،
خلاص، او ماكسيمم ترانسديوسر جين ممكن تلاقي اسمه جي تي ماكس خلاص. يعني الاناليسيس بتاعه ممكن تعمله بس هو ممكن يبقى اعقد شويه. الاكسبريشن بتاعه ظهر بس في كوانتيتي كده جديده اللي هي ايه، اللي هي الكي خلاص. الكي ده هو الاستابيليتي فاكتور. فاكرين سمعتوا على الاستابيليتي فاكتور قبل كده من السيستمز؟ اي تو بورت نتورك تقدر يعني تعمل ديريفيشن لحاجه بيسموها الكي اللي هو الاستابيليتي فاكتور، اللي هو بيسموه الروليت استابيليتي فاكتور. هنتكلم عليه بالتفصيل في السلايدز اللي جايه يعني، خليه بس دلوقتي يعني. فهو فانكشن في الايه، فانكشن في الاس بارامترز في الاخر يعني، تمام. طيب ايه اهميه بقى الماك ده اللي هو الماكسيم افيلابل جين؟ ده هيقول لك اعلى جين تقدر تحصل عليه من الايه، من الترانزستور ده او من الامبليفاير ده لو عملت بيرفكت ماتش هنا وايه وبيرفكت ماتش هنا، صح؟ عمرك ما هتحصل عليه طبعا. ليه؟ لانك دايما عمرك ما تعرف بيرفكت تعمل البيرفكت ماتش. فهو ده بيسيت الابر باوندري اللي انت بتبقى عارف هاو جود از يور ديزاين لما ايه، لما ديزاين الماتشنج نتورك. مش هيساوي الايه؟ ماكسيمم باور جين. هو برضه هيبقوا كلهم قد بعض ساعتها. مظبوط كلامك صح، تمام. لا تاني معلش، الافيلبل من السورس. ما لان الاثنين متساويين بالظبط كده، لان الاثنين متساويين بالظبط كده بالظبط. لا استنى بس اصلح لك كلمه. مش دايما في تعريفات الجينز دي، مش دايما لما بقسم على الباور افيلبل من السورس يبقى انا بفترض ان انا عامل بيرفكت ماتشنج، تمام؟ لا انا بقسمها ريليتيف للباور اللي كان نفسي تخش لي بس هي ما دخلتش عشان حصل ميس ماتش هنا، فاهم قصدي؟ انا امتى بس امتى قلت لك هفترض بقى ساعتها ان ايه، ان في بيرفكت ماتشنج؟ لما قلت لك ابص على الماكسيمم افيلبل جين فافترضت ساعتها ان في كومبلكس كونجكت عشان ادخل اعلى باور فاحصل على اعلى افيلبل باور هنا. ما انت كل ما تدخل اكتر هتطلع اكتر، فاهم قصدي؟ بالظبط. فهي مش معنى ان انا بقسمها على الافيلبل ان انا اي اسيومت ان في كونجكت ماتش، فاهم قصدي؟ لكن لما ببص على الافيلبل من نتورك دي معناها ان انا فارض. ليه؟ لان خلاص ما هي لو هي دي الاوتبوت كوانتيتي اللي انا مهتم بيها يبقى انا كاني فرضت ان انا عملت بيرفكت ماتش هنا. لما ببص على دي الاوتبوت من النتورك كده انا فرضت كده الاكسبشن مش هيطلع فانكشن في الزد لود بالظبط كده بالظبط على الكومبلكس كونجكت لود. مظبوط. بص ما هي يعني ما هي كي دي برضو الاكسبريشن بتاعها معقد شويه، فانا عشان كده بقول لك دي انت خايف انها تطلع انفينيتي، صح؟ يعني which is a good point. يعني تعالوا نفكر في دي كده. الماج احنا اتفقنا ان هو اعلى جين خلاص. مشكله الماج ايه بقى؟ مشكله الماج زي ما انت شفت كده ان لو اس 1 2 صغيره جدا الجين ده هيبقى عالي قوي، ممكن يبقى انفينيتي خلاص. فالحقيقه الماج هو اعلى جين ممكن تحصل عليه من الامبليفاير اسيومنج ان هو مش هيوصليت خلاص. فعشان كده الديفينيشن الصح بتاعه لما تيجي ترسمه مش هتلاقيه زي بقيه الجينز. يعني تعالى نفترض ان انا هوريكم رسمه ليه فيرسس فريكوانسي يعني كمان شويه. لو رسمته فيرسس فريكوانسي مش شرط تلاقيه نازل كده ايه، يعني ليتس سي الامبليفاير سنجل بول فانت متوقع انه ينزل ب 20 دي بي بير ديكيد، صح؟ الحقيقه مش هتلاقيه يحصل كده خلاص. ليه؟ لان لما الفريكوانسي بتقل الجيم بيعلى قوي خلاص. والماج اوريدي اعلى جيم فيهم زي ما اتفقنا، فده ممكن يؤدي ان الديفايس يبقى انستابل. ففي حاجه تانية بس يعني ما لهاش بقى اناليسز يعني فاحنا مش هنتكلم عليها، اسمها الماكسيمم ستيبل جين. هو اعلى جين تقدر تحصل عليه من الديفايس وهو ستيبل خلاص. فاللي بيحصل في الماج ايه؟ ان بعد سيرتن فريكوانسي الديفايس بقى انستابل،
فالجين اللي انت فعلا ممكن تحصل عليه منه بيقل شويه، بيبقى عامل كده. فعشان كده لو جيت ترسم الماج مع الفريكوانسي هتلاقي الكيرف بيتكسر دايما، هتلاقيه هنا اه ماشي زي المعادله، بس بعد كده لما بيعلى عن حاجه معينه اللي بيطلع لك من المعادله هو الماكسيمم ستيبل جين مش الماج، لانك ما ينفعش تحصل عليه لان الامبليفاير هيوصليت مش هيبقى امبليفاير. تمام؟ انت بتبص لها ايه؟ يعني انت بتبص لها ده في اللو فريكوانسي؟ بص اصل لما تبص للديفايس لوحده غير لما تبص له في سيركت في لو فريكوانسي. ليه؟ لان انت لما تبص للديفايس في سيركت لو فريكوانسي امبليفاير مثلا، الديفايس هيبقى عامل كده، هيبقى معاه ريزيستيف لود او يعني ايه او اكتيف لود وات ايفر، خلاص. ففي حاجه بتحدد لك اللو فريكوانسي جين، لكن في الار اف امبليفايرز الوضع مش كده. انت مش بتحط ريزيستيف لود، انت بتحط ايه؟ اندكتيف لود، خلاص. طب فانا لما اقل في الفريكوانسي مش الاندكتيف لود ده ممكن يبقى انفينيت؟ انت عمرك ما تعرف تجيب ريزيستيف لود انفينيت فتجيب جين عالي قوي، لكن الاندكتيف لود ده ممكن يبقى انفينيت. يعني ايه انفينيت؟ يبقى ريزونانت سيركت. مش لو انا عندي هنا سم كاباسيتنس، ممكن بقى تبقى كاباسيتنس من الديفايس، فانت بتحط اندكتيف يبقى جبت زاد لود بانفينيتي فعلا، فده فعلا ممكن يخلي السيركت دي انستابل. لكن في اللو فريكوانسي عمرك ما تعمل كده، لان عمرك ما تعرف تريزونيت، ودايما عندك ايه ريزيستيف كومبوننت هيليمت الجيم بتاعك. ممكن يبقى ار او بتاع الديفايس، فاهم قصدي؟ بس نفس الفكره يعني. سبب الانستابيليتي دي ان انت بتحاول تحصل من على الديفايس جين اعلى من الماكسيمم ستيبل جين اللي هو ممكن يديهولك. تمام؟ وليه الكلام ده مربوط بالاس 1 2؟ لان الاس 1 2 ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الفيدباك من الاوتبوت بورت للانبوت بورت، خلاص؟ طيب فيوجوالي الاس 1 2 ده لو نيجاتيف فيدباك، خلاص، هي طبعا الاشاره مش باينه فين؟ في المعادله هنا باين ماجنتيود، بس احنا مش باصين على الكي، خلاص. بس لو هو نيجاتيف فيدباك بس ليه قيمه فاينايت، فهيعمل ايه في الماج ده؟ هيقلله لك، خلاص. طيب ازاي بقى تخلي الامبليفاير يوصليت؟ ها، تلغي الفيدباك ده او تخليه ايه؟ بوزيتيف. فكان الاس 1 2 دي بقت ايه؟ يعني لو لغيته بالظبط كانها بقت بصفر، خلاص. يعني وده النوع اللي احنا هنتكلم عليه تاني اللي هو اسمه اليونيلاترال جين. خلاص، ايه اليونيلاترال جين؟ اليونيلاترال جين ده هو الماكس جين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، بس انت شلت منه الفيدباك من الاوتبوت للانبوت. يعني كانك شلت تاثير مين؟ الاس 1 2 دي، كانك حطيت الاس 1 2 بصفر. طبعا هي مش باينه بقى ان المعادله دي مش هتبقى فاليد، لان انت هي مضروبه في حاجات تانيه هنا، خلاص. بس انت يعني مش هديكوا طبعا الاناليسيس بتاعه معقد اللي هو اليونيلاترال جين. فباتفاقنا اليونيلاترال جين هو الماج، بس الاسامبشن وانت بتعمله ديريفيشن ان الاس 1 2 انت حاططها بصفر، فما فيش اي فيدباك باث في الامبليفاير، خلاص، يكوز ان هو يوصليت. فمعنى كده لما اجي ارسم اليونيلاترال جين هيطلع عامل ازاي؟ في الحته اللي كان زمان الماج بيبقى اعلى من الماكسيمم ستيبل جين، وبالتالي قلت لكم لما تيجي تبص عليه هتلاقي لازم في كسره كده، خلاص، اليونيلاترال جين هيبقى فارض ان مفيش مشكله ايه؟ اوسيليشن. فهتلاقي مين اليونيلاترال جين؟ هتلاقي هو ده اليونيلاترال جين، كانه هو الجين بس لو مفيش تاثير الايه؟ الفيدباك اللي بيكوز الانستابيليتي. فالشكل هيبقى عامل كده، هيبقى ده الماج، خلاص، وده اليونيلاترال ايه؟ وده اليونيلاترال جين. خلاص، اهم نقطة بس في الاثنين ان الرسمة دي ان الاثنين بيتقابلوا عند فريكونسي وبيكملوا زي بعض بنفس السلوب اللي هو 20 دي بي بير ديكيد. واهم حاجة اللي هنتكلم بقى عليها في السلايدز اللي جاية ان النقطة دي اللي هي بنسميها الانترسبت بوينت
بتاع الماج او اليونيلاترال جين هي نفس النقطه. خلاص الاثنين بيقابلوا الاكس اكسس عند نفس النقطه. فزي ما هنشوف كمان شويه لما اجي احسب حاجه نسميها بقى الاف ماكس ان انا اكسترابوليت اللاين ده هيبقى اسهل اكسترابوليت مين؟ اليونيلاترال جين لان هي السلوب بتاعها دايما ثابت مش زي الماج في ايه؟ الكسره دي. تمام؟ هنتكلم بس عليها في السلايدز اللي جايه دي اللي هي الاف ماكس. دي لا لا دي بس اللي هي الفريكوانسي اللي من عندها مش هتحصل على الماكسيم افيلبل جين هتحصل على الماكسيم ستيبل جين بس كده. لكن مفيش مشكله فيها عادي ممكن تشتغل في اي حته هنا. فاهم قصدي؟ ايوه خلي بالك ان خلي بالكوا ايه مين من المجموعه اللي احنا اتكلمنا عليها دي مستحيل تحصل عليها؟ اليونيلاترال لان انت ما ينفعش تخش جوه الديفايس تشيل منه الفيدباك بتاعه. فاليونيلاترال جين ده حاجه افتراضيه. خلاص الماج تعالوا نفترض ان انتوا يعني ايه جامدين جدا وعرفتوا تعملوا ديزاين لماتشنج سيركتس تجيب بيرفكت كونجكت ماتش هتعرف تجيب الماج صح؟ بس يعني هتخسر طبعا شويه لوسز وحاجات زي كده. لكن اليونيلاترال جين ده مستحيل اصلا. ليه؟ لان انت دخلت جوه الديفايس شلت منه حاجه فهو حاجه تخيليه بس زي ما انت شايف كده بتساعدك ان انت ايه تجيب الاكسترابوليشن بتاع الكيرف عشان هنشوف ايه فايدته كمان شويه لما نتكلم على ايه على الاف ماكس. لكن انت حتى لو هنا عمرك ما هتجيبه دايما هتجيب الماج اللي هو الماكسيم ستيبل جين. تمام؟ لا 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 تاني لما الجيم بيعلى ايه؟ مظبوط 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 هل هو ده اللي بيكوز انستابيلتي هنا برضه ولا ايه السبب ان انا موضوع عندي جيت هاير جيم ان الديفايس هو انستابيل؟ مظبوط. بص هي نفس الفكره بس انت بتبص لها بطرق مختلفه. يعني انت ليه في الانالوج كنت بنقول كده؟ لان في الانالوج كنا بنبص ان الامبليفاير ده مثلا هيتحط في فيدباك سيستم صح؟ فبتقول والله ايه هبص على الاستابيليتي ازاي؟ هبص على الاستابيليتي ان انا ارسم اللوب جين صح؟ ده الايه مثلا ايه؟ هقطع اللوب كنت بتقطع اللوب وبص على اللوب جين مش كده؟ وبترسم الفيز. طب في اي فيدباك سيستم يهمك بقى اللي انت قلت عليه اللي هو الجين مارجن والفيز مارجن. ليه؟ لان انا بقطع اللوب وببص على الـ الجين ده لما يقاطع الصفر خلاص الفيز شكله بقى ايه؟ بقى عامل ازاي؟ صح؟ بتشوف فاضل لك قد ايه على الايه؟ على ال 180 مش كده؟ ليه؟ ده لان ده امبليفاير في فيدباك. خلاص؟ ده اللي هيخليه جوه انستيبل. هنا هي نفس الفينومينا لان انت الامبليفاير ده او الترانزستور ده مين اللي عامل لك الاس 1 2 دي؟ ما هو لو الامبليفاير ده كان مجرد بس كارنت كنترول كارنت سورس كده خلاص ليتس سي ده الموديل بتاعه فانت بتدخل الفي ان من هنا وبتخرج ايه الفي اوت من هنا مفيش اي سكه راجعه. لكن مين اللي عامل لك فيدباك؟ هي السي جي دي. خلاص فالسي جي دي هي اللي عامله لك الفاينايت ايه اس 1 2 اللي هو المسار اللي من الاوتبوت اللي بيرجع للايه للانبوت. تمام؟ فهي بس الفكره ايه؟ الفكره انت ما ينفعش بقى تبص عليها باللوب لسبب ان السي جي دي ده فين؟ ده جوه الديفايس. فانا مش هعرف اطلعه واقطع اللوب وابص على اللوب ستابيليتي. بس هي نفس الفكره، يعني لو انت عرفت تطلع السي جي دي ده جوه ممكن تبص لك الجيم مارجن وفيز مارجن. فاهم قصدي؟ لكن جيفن بقى ان السي جي دي ده جوه الديفايس موديل مش عارف اطلعه بنبص عليها بطرق ثانيه هنتكلم عليها دلوقتي. ماشي؟ طيب يبقى كده ايه اتكلمنا على اليونيلاترال جين. اخر نوع يعني ده نوع يعني برضه هتلاقوه في معظم السيميليترز هو بسيط يعني ما فيهوش حاجه مختلفه بيتسمى الاسوشيتد جين بس عشان نبقى يعني جبنا سيرته برضه. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الافيلبل جين العادي بس سيرتن سبيشال كيس. ايه هي؟
انك عوضت في الافيلبل جين بانبوت امبيدنس معينه مش انبوت امبيدنس بسورس امبيدنس معينه اسمها ايه جاما اوبت. يعني لو رجعنا المعادله تعالوا نرجع لمعادله الافيلبل جين. مش دي معادله الافيلبل جين اهي كانت فانكشن في مين؟ كانت فانكشن في السورس امبيدنس صح. ف الاسوشيتد باور جين هو هو الافيلبل بس ات سبيشال كونديشن ان جاما سورس اللي هي السورس امبيدنس يعني بتساوي حاجه مخصوصه كده بنسميها الجاما اوبت هنتكلم عليها النهارده في المحاضرات ان شاء الله اللي هي اسمها الاوبتيمم ريفلكشن كوفيشنت لاحسن نويز بيرفورمانس للديفايس هنتكلم عليها في الايه في السلايدز النهارده يعني بس فاجلوها كمان شويه خلاص. فهي بس مجرد ان انا بقول لك ان هو سبيشال تايب اوف جين ان هو الافيلبل بس لما تعوض ان الجاما اس بتساوي ايه حاجه اسمها الجاما اوبت هنشرحها بقى النهارده ان شاء الله. طيب تعالوا نتكلم بقى على الاستابيليتي. انت بتسال على الاستابيليتي اول مترك للاستابيليتي في الـ في الار اف ديزاين اللي هو ايه الكي فاكتور ان انت هتجيب الكي فاكتور. طبعا زي ما قلت لكم الكي فاكتور يمكن الاس 1 2 فاكرين اللي كنا بنتكلم عليهم شويه ظهر برضو ايه ظهرت جوه الكي اهي فاكرين كنت بقول لكم هتبقى ظاهره جوه الاكسبرشن الاس 1 2 برضو. طيب فالكي فاكتور اتز ا فانكشن في الاس بارامترز بتاعه تو بورت نتورك اسمه رولة ستابيليتي فاكتور والدي ده يعني برضه فانكشن في الـ في الاس بارامترز معظم السيميليترز بتخليك ترسمه خلاص. ده ميجر كويس لو انت عندك سنجل ديفايس تمام او امبليفاير سنجل ستيج يعني ايه ليه انبوت بورت واوتبوت بورت فتقدر ساعتها تجارنتي فعلا الاستابيليتي بتاعته لو انت ضمنت ان الكي فاكتور دي دايما اكبر من الايه من الواحد. لو الكي فاكتور ده دايما اكبر من الواحد بتقول والله لا الامبليفاير ده سواء السنجل ستيج او السنجل ترانزستور ما ينفعش زي ما اقول لكم تعملوها على مالتيبل ستيجز لازم يبقى ايه ستيج واحده بس. لو هو اكبر من واحد ساعتها ده يجارنتي الانكونديشنال ستابيليتي. يعني ايه انكونديشنال ستابيليتي؟ يعني الامبليفاير ده هيبقى ستيبل for any source او load impedance. ده معنى كلمه ال unconditional stability. ليه؟ لان ممكن اجي اقول لك امبليفاير ده ستيبل لما احط له 50 اوم هنا و 50 اوم هنا بس شيل ال 50 اوم مثلا دي خليها 75 اوم تلاقيه بقى انستيبل ممكن يبقى ده ساعتها مش unconditionally stable خلاص. فهي ميزه الكي فاكتور ان لو طلعت اكبر من الواحد لما تعمل سيميليشن للامبليفاير حتى لو انت حاطط 50 اوم بورت مفيش مشكله هو بيحسبها من الاس بارامترز هو ملوش دعوه بالبورت امبيدنس بكام تمام. هيقول لك لو هو اكبر من واحد معناها ان انت انكونديشنالي ايه ستيبل كده. لا بس هي المشكله ايه بقى المشكله ان هو لو بيبقى مالتي ستيج خلاص ان هو تعالي نفترض ان هو 3 ستيجز كده خلاص. فهو ان عالي نفترض كمان زي ما كنت لسه بنتكلم هنا ان في فيدباك هنا خلاص. مشكله الكي فاكتور ايه؟ ان هو بيبص من هنا لهنا على الكاسكيدد اس بارامترز فهو مش شايف ان في لوب هنا. لا انا افترض انها حاجه بارت اوف الديزاين بس افترض يعني افترض ان انت عندك امبليفاير هنا واللود بتاعه راجع بفيدباك على الانبوت مثلا خلاص. فمشكله الكي فاكتور ان هو بيبص ايه من بورت 1 لبورت 2 خلاص ككاسكيدد اس بارامترز ومش واخد باله ان هنا في لوب واللوب دي ممكن يبقى فيها مشكله مثلا في الجيم مارجن فيز مارجن صح. فعشان كده دايما ما بنبصلوش غير هو ايه سنجل ستيج. ليه؟ لان هنا لو في لوب دي معناها ايه على طول؟ اس 1 2 على طول صح؟ فعشان كده هو ينفع بس في الحالات دي. لا لا اللوب دي ممكن تبقى كاباسنس جوه الديفايس طبعا انا بس بديها مثال لكن دي ممكن تبقى فيدباك حوالين الترانزستور مثلا ار فيدباك او ممكن تبقى كاباسنس سي جي دي تمام اي لوب يعني تمام. ليه؟ لان هي مش زي ما اقول لك ما هي دي فكرتها ان هي مش فانكشن. ما هي لو كانت فانكشن في اللود والسورس امبيدنس انت كنت المفروض تزعل تقول لي ازاي تبقى هي هتجارنتي
ملاش دعوه باللود امبيدنس ولا السورس امبيدنس، هي ديفاين بس فور ريفرنس امبيدنس اللي انت بتشتغل عليها اللي هي زد نوت. لا الجاما ان هي اللي تعتمد زي ما قلنا على الزد سورس، لكن الاس 11 لا. تاني يا مطير ايه؟ ايوه ماشي. طب ما انت كده غيرتها، ما هو انت خلي بالك، ما هو كيدنس الايكويشنز احنا بنفترض ان الزد نوت ب 50 صح؟ انت اللي بتقول السيميليتر الريفرنس امبيدنس بتاعتك ازاي؟ هي البورت امبيدنس، يعني في كيدنس البورت امبيدنس دي هي الريفرنس امبيدنس اللي انت بتحل بيها، فاهم قصدي؟ فانت كده كانك غيرت الريفرنس امبيدنس، فاهمني؟ معلش قولي تاني بس، انت بتقول عيد الجمله اللي انت قلتها، انت بتقول لما بتغير البورت امبيدنس ايه اللي بيتغير؟ الكي فاكتور؟ لا الاس 11. ماشي انا مش دعوه بالاس 11، جرب ارسم الكي فاكتور للامبليفاير وغير البورت امبيدنس خليها 100 اوم هتلاقي نفس الكي فاكتور. هو ده اللي انا بسال فيه، ان انا لو غيرت الاس 11 الكي فاكتور يتغير. ما بص ماشي تعالى نعيد تاني. لو انت غيرت الاس 11 يبقى انت عملت ايه في الديزاين؟ يبقى انت غيرت الديزاين، طب ما لازم السبيلتي تتغير. انت فاهم قصدي؟ يعني ممكن انت مثلا تاد اندكتور، تاد كاباستور جوه الدايره بتاعتك يغير الاس 11، طب ما لازم الاستابيلتي ممكن تتغير ساعتها. لا يعني انت بتقول انت غيرت الريفرنس امبيدنس، لا الكي فاكتور مش المفروض يتغير. يعني راجعها تاني المفروض انك ترسم الكي فاكتور لاي سورس او لود امبيدنس هتلاقيه هو نفس الكي فاكتور. ماشي ليه؟ لان هو ديفايند هيعمل معادلات، هو فانكشن في مين؟ في الاس 11 والاس 12 اللي هما ديفايند للريفرنس امبيدنس، لنفترض انها زد نوت مثلا ملهاش دعوه بزد سورس ولا بزد لود. ماشي بتفترض certain reference impedance هنا اسمها زد نوت، خلاص مش زد سورس، زد نوت. وبتبقى مكتوبه فين؟ هقول لك عشان اريحك. لو انت بالظبط في تاتش زون فايل، لو انت
لاين كبير قوي. ليه؟ لان انت مش شرط تضمن ان ده unconditionally stable for any load impedance. ليه؟ لان انت عارف اللود impedance بتاعه بكام. خلاص؟ فساعتها يبقى انت بس ايه ممكن تبقى عامل حاجة مش necessary. فاهم قصدي؟ ان انت تخلي كل stage لوحدها stable. unconditionally stable. فساعتها الافضل انك تضمن ان هي stable within السيستم. خلاص؟ دوني بس لحظة نخلص الستابيليتي سيركلز وبعدين نرجع للنقطة دي اقول لك نعملها ازاي. ما هرد عليها بس اديني بس لحظة. طيب في طريقة الناس بتبص برضو عليها بالستابيليتي مهم ان احنا نتكلم عليها بيسموها الستابيليتي سيركلز. خلاص؟ ايه الستابيليتي سيركلز دي؟ هو قال لك انت النتورك بتاعتك دي لو عايز تفكر هي ستيبل ولا لا. معناها ايه؟ معناها لو انا جيت ابص على الزد ان بتاعت الدايره وحسبت الجاما ان. خلاص؟ ايه الكونديشن اوف ستابيليتي جيفن ان هي واصله بلود معين هنا؟ ها ايه انت لو جيت تبص بصيت على الزد انبوت بتاعت اي دايره امتى هتقول ان هي انستابل؟ ها لما تلاقي فيها نيجاتيف ايه ريال بارت، مش كده؟ اول ما تبدا تلاقي نيجاتيف ريال بارت هتبدا تقول والله الدايره دي ايه ممكن توصليت لانها كده كانها بتجنريت ايه باور، مش كده؟ او لو عايز افكر فيها من وجهه نظر ريفلكشن كوفيشنت، ايه معنى ان الدايره تبقى انستابل؟ ان ينزل عليها انسيدنت ويف ويرجع لي انسيدنت ويف ايه اكبر، صح؟ ما لو نزل عليها انسيدنت ويف لو رجعت لي حاجه اصغر يبقى الدايره دي ما فيش مشكله فيها ستيبل بس هي بترفلكت بارت، لكن لو نزل عليها ورجع لي حاجه اعلى يبقى الدايره دي ايه بتجنريت باور، صح؟ طب يبقى معنى كده ايه؟ ان جاما ان ايه الكونديشن اوف انستابيليتي؟ ان جاما ان كماجنتيود لازم تبقى اقل من ايه؟ من واحد. يبقى كده انت تجارنتي الاستابيليتي دي منين؟ من ناحيه الانبوت بورت، صح؟ طب نفس الكلام من ناحيه الاوتبوت بورت ولا لا؟ هي برضه. خلاص؟ هبص على الاوتبوت بورت بتاعت الدايره او بتاعت الترانزستور واقول والله هبص على الزد اوت او الجاما اوت. خلاص؟ طيب امتى الدايره دي تبقى ستيبل؟ برضه لازم ماجنتيود الجاما اوت يبقى اقل من ايه؟ اقل من الواحد. مش كده؟ طيب فده احد يعني ايه عشان تربط بس الريفلكشن كوفيشنت بالايه بالانبوت امبيدنس، ونفس الكلام طبعا بالنسبه للايه للزد اوت. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ انا عايز ابص عند على الاستابيليتي هنا، صح؟ فانا عايز بس اربط ان انا كنت زمان بقول دايما ان الانبوت امبيدنس بتاع الدايره لو نيجاتيف ده معناه ان الدايره دي بتجنريت باور، صح؟ فافهمها ازاي من هنا؟ ما هو لو نيجاتيف هتبقى دي نيجاتيف تيرم، خلاص؟ فيبقى ده تعالوا نحط ارقام يعني، ليتس سي دي 50 اوم، خلاص؟ وده ناقص 10 اوم، فدي هتبقى ناقص 60 على ايه؟ على 50 ناقص 10، فبقت اكبر من الايه؟ اكبر من الواحد. فاللي انا عايز اقوله بس ان دايما لما الزد ان تقلب نيجاتيف يبقى كان على طول معناها الريفلكشن كوفيشنت قلب ايه؟ قلب بوزيتيف. كماجنتيود طبعا. لا 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 انا بتكلم على الماجنتيود الجاما، تمام؟ ماليش دعوه بالفيز، مش مهم الفيز هي ترجع بيه. المهم انها راحت ورجعت بماجنتيود ايه؟ اكبر، تمام؟ لكن طول ما الزد ان بوزيتيف الترم اللي فوق ده دايما ماله؟ ها اصغر من اللي تحت، فدايما اللي بيخش على النتورك بيرجع لي ايه؟ اقل منه.
خلاص. فانا بس كنت بحاول اربط لكم ليه دايما لما بنقول الزد تبقى بوزيتيف او نيجاتيف، ايه علاقه ده بالايه؟ بالريفلكشن كوفيشن. تمام؟ مين الزد؟ لا الزد بوزيتيف، الجاما كماجنيتيود، ده ماجنيتيود. تمام؟ طيب تعالوا بقى نرجع للايكويشنز هنا. ها اعرف اجيب اكسبريشن للجاما ان ولا لا؟ ها ازاي اجيب اكسبريشن للجاما ان؟ خلي بالك انا دلوقتي بقى ايه الجاما ان هجيب بقى تعريف هي مين زي ما كنا بنقول ما هياش الاس 11 صح؟ ها ايه الجاما ان؟ بي 1 على اي 1. طب ارجع لمعادلات مين؟ معادلات التو بورت اس بارامترز، هات بي 1 اقسمها على اي 1 خلاص، وهتعمل شويه ايكويشنز كده هتلاقي نفسك وصلت للاكسبريشن بتاع ايه؟ جاما ان. طيب طلع جاما ان فانكشن في مين؟ طلع فانكشن في الاس بارامترز، بس طلع كمان فانكشن في ايه؟ في الجاما لود، وده منطقي لان ممكن اللود ده ياثر لك عليه على الانبوت امبيدنس مش كده؟ طب جاما لود دي هتظهر لك ازاي في معادلات الاس بارامترز لما تيجي تقسمها على بعض؟ ها هتظهر لك لان ممكن يطلع لك ترم ايه؟ A2 على B2، فA2 على B2 هو مين؟ هو الجاما لود. تمام؟ طيب فيبقى معنى كده انا عايز اساتيسفاي الكونديشن ده عشان اضمن ان الامبليفاير ستيبل من ناحيه الانبوت بورت، ونفس الكلام بس بالعكس ناحيه الايه؟ الاوتبوت بورت، برضه اقدر اجيب اكسبريشن للجاما اوت برضه هيطلع بدلاله الايه؟ الاس 2. يعني حتى لو تاخدوا بالكم اهو، هل طلع الجاما ان هو الاس 11؟ ما طلعش صح؟ ايه الكونديشن ان هو يطلع؟ لما الجاما ال تبقى بكام؟ تبقى بصفر. معناها ايه جاما ال بصفر؟ يعني الزد لود بكام؟ 50 اوم. ولو زد لود ب 50 اوم يبقى الترم ده بصفر، فيرجع تاني اس 11 بيساوي ايه؟ الجاما ان، والاس 22 تساوي ايه؟ الجاما اوت لو برضو ايه؟ الجاما سورس بصفر. طيب التو كونديشنز دول عشان نحققهم هنعمل ايه بقى؟ هقول لك طيب انا عايز اضمن ان الماجنتيود ده لازم يبقى اقل من الواحد صح؟ طيب فخلينا نعمل حاجه سهله. طب تعالى نحل ان هو يا دوبك يساوي الواحد، فيبقى يساوي الواحد دي هي الباوندري اوف ايه؟ اوف اوسيليشن، او ما يساوي الواحد من بعدها هيحصل اوسيليشن على طول. طب فهساوي الكلام ده بواحد، يبقى انا كده ضمنت ان مفيش مشكله ستابيليتي فين؟ في الانبوت بورت. طب احل المعادله دي تجيب مين بقى؟ ايه المجهول؟ جاما ال. يبقى انا هجيب جاما ال اللي هتحقق الكونديشن اوف ستابيليتي في انهي بورت؟ في الانبوت بورت. واخدين بالكم؟ وهنا اعمل ايه؟ العكس، انا هساوي جاما اوت بواحد واحل اجيب مين؟ السورس امبيدنسز اللي تحقق الايه؟ الاستابيليتي في الاوتبوت بورت. يبقى واخدين بالكم احنا ماشيين ايه؟ بجيب بالظبط كده، بجيب اللودز ناحيه الاوتبوت اللي هتساتسفاي الاستابيليتي ناحيه الايه؟ الانبوت، والعكس السورس امبيدنسز ناحيه الانبوت اللي هتساتسفاي الايه؟ الاستابيليتي ناحيه الاوتبوت. طيب هحل بس الايكويشن دي هلاقي نفسي ايه؟ جبت الاكسبريشن ده للجاما ال من المعادله الاولى خلاص، والايكويشن دي حلها هلاقي نفسي جبت الجاما اس من المعادله الثانيه. طب المعادله دي معادله ايه على طول؟ ها لو جاما ال ماينس حاجه بتساوي حاجه، يبقى دي معادله ايه؟ على سميث شارت. ها معادله دايره صح ولا لا؟ ما السميث شارت دي عباره عن ايه؟ سميث شورت دي عباره عن الريفلكشن كوفيشنت. لو انا جيت قلت لك انا عايز احل يعني الريفلكشن كوفيشنتس خلاص اللي في اللود، يعني تعالوا بقى نقسمها، هبص على واحده واحده منهم دلوقتي. فانا هبص دلوقتي على اللي هنسميها بقى، هنسميها اللود او الاوتبوت ستابيليتي سيركلز. ليه اسمها لود او اوتبوت ستابيليتي سيركلز؟ لان هي الفاليوز بتاعت جاما ال خلاص اللي هتساتسفاي الاستابيليتي بتاعت مين؟ الانبوت بورت خلاص. فلما اجي ابص عليها على سميث شارت هتحط دول هنا على سميث شارت، ده معناها ايه؟ معناها ان دي سيركلز ده السنتر بتاعها مش كده؟ يبقى ده السنتر بتاع السيركلز بتاعتي، وده ايه؟ وده الراديوس بتاع الايه؟ بتاع السيركل، لان جاما ماينس حاجه بتساوي ايه؟ بتساوي كونستنت. فلو جيت افترضت ادي السميث شارت بتاعتي اهي، فده السي ال اللي هو السنتر اهو مش كده،
والماجنيتيود ده هو السيركل. يبقى كل النقط اللي على السيركل دي بتحقق المعادله دي ولا لا؟ هتحقق المعادله مش كده؟ لان ايه؟ لان جاما ماينس ال السي ال يعني كاني شفت بس الايه الريفرنس بتاع السيركل بيساوي ايه الراديوس بتاع الايه السيركل بتاعي. طب فانا لو انا على السيركل دي انا ضمنت ان ماجنيتيود الجاما ان بواحد صح؟ طب السؤال بقى اللي انا مش عارفه دلوقتي، يبقى انا السيركل دي هي الباوندري بتاع الاستابيليتي. لو اللود بتاعي وقع هنا، خلي بالكو انا رسمها جنرال، هي ممكن السيركل دي تقع جوه كلها صح، ممكن تقع بره كلها، فانا رسمت حاله عامه ان هي ايه بتانترسكت. طب وتعال نشوف ده معناه ايه دلوقتي. طب الاول بس زي ما اتفقنا ده الباوندري اوف ايه اوف اوسيليشن. انا مش عارف لسه مين الستيبل ومين الانستيبل، ما اكيد هيبقى واحد كده وواحد كده صح، طالما ده الايه ده الباوندري بتاعي. طب السؤال مين فيهم بقى؟ عشان اعرف مين فيهم اعمل ايه؟ تعال نعوض بسبيشال كيس. خلاص تعال نرجع نعوض بحاله خاصه. لو عوضت عن سبيشال كيس ان انا حطيت الجاما ال بصفر، الجاما ال بصفر فين على الرسم هنا؟ هي الاوريجن دي صح؟ طيب تعال نرجع للمعادله ورا بقى. لو جاما ال بصفر يبقى جاما ان بكام؟ بتساوي اس 1 1. طب ارجع هنا، يبقى لو جاما بصفر يبقى جاما ان بتساوي اس 1 1. طيب لو انت اسيوم بقى ان التو بورت نتورك بتاعتك اندر 50 اوم هي ستيبل، يعني ما هفترض كده خلاص، لو هي اصلا اندر ال 50 اوم هي كانت ستيبل، يبقى جاما ان يبقى النقطة دي في الرسمة اللي هي الجاما لود دي تريبريزنت ايه؟ ها؟ تريبريزنت نقطة ستيبل. ليه؟ لأن الجاما ان عندها ايه؟ أكيد أقل من الواحد، لأن أنا فارض إن الإس 1 1 أصلا ايه؟ أقل من الواحد. يبقى معناها ايه؟ معناها النقطة دي ستيبل. يبقى معناها معناها اللي بره الدايرة دي هو الستيبل واللي جوه الدايرة دي هو الايه؟ الأنستيبل. طب ففين الحتت بقى الانستيبل اللي انت خايف منها اللي جوه الدايره دي؟ هل كل ده ولا الحته دي بس؟ الحته دي بس. ليه؟ لان انا وانس خرجت بره سميث شارت بقى الجاما لود بقت ايه؟ ايماجينري صح؟ ما انا برضو لازم افترض ان اللود اللي انا حاطه هو اتس مش ايماجينري، اسف انستيبل صح؟ يعني اللي جوه السيركل ده هو اللي ماجنتيود جاما اقل من الواحد، ما ينفعش اطلع بقى افترض ان اللود هو بيوصليت هو كمان والماجنتيود بتاعه ايه؟ اكبر من الواحد مش كده؟ فيبقى الباسيف لودز بتاعتي هتبقى فين كلها؟ هتبقى لازم جوه السميث شارت. ففين التقاطع بينهم؟ يبقى هو التقاطع ده. فالتقاطع ده هو الفاليوز اللي انت تخاف منها بس، لان دي لو اللود قيمته جت هنا ساعتها مين اللي هيبقى انستيبل؟ الانبوت بورت هيبقى انستيبل. فعشان كده بنسمي دي اللود ستابيليتي ايه؟ اللود ستابيليتي سيركل. فتبص عليها فتبقى عارف الفاليو اوف اللود امبيدنسز اللي ممكن تعمل لك ايه؟ instability للدايرة بتاعتك. تمام؟ هو احنا لا مش فاهم قصدك تاني. ها لو احنا بره الدايرة هو صح؟ انت قصدك يعني عشان احنا رسمناها كده يعني؟ ممكن وساعتها هيبقى اللي جوه الدايره برضه هو الايه؟ هو الستيبل. مش فارقه يعني الرسمه ممكن تتغير، ما حدش قال ان الرسمه دي لازم تيجي هنا. انت احسن حاجه نفسك الرسمه دي تيجي فين الاول؟ ممكن تيجي بره خالص صح؟ لو السيركل دي كلها جت بره ده احسن وضع ليك. طيب اسوأ وضع ليك ان الدايره دي تيجي فين؟ الدايره دي تيجي هنا. انت فاهم قصدي؟ بس ساعتها الديفينيشن بتاعها ممكن يقلب. ليه؟ لان لو الدايره جت هنا خلاص وانت عوضت بالنقطه دي والنقطه دي ستيبل، يبقى عكست بقت اللي جوه الدايره هي الستيبل واللي بره هي الانستيبل. فاهم قصدي؟ فهي ديبيندز على السيناريو. ماشي؟ دايما نعمل تيست زي ده كده نشوف. التيست ده بيساعدك التيست ده مهم لانهي بلوكس؟
ها يعني انت بالديزاين مالتي ستيج ترانسيفر. التست ده مهم لمين فيهم؟ ها اول واحد او اخر واحد؟ اللي في النص ليه ده مش مهم؟ لان انا عارف اللود بتاعه. لكن انا مشكلتي دايما فين؟ في البلوكس اللي انا مش عارف اللود بتاعها في الحاله زي دي، لان انا ببص على اللود ستابيليتي سيركلز. فالبي اي مثلا مهم ان انت تبص على اللود ستابيليتي سيركلز عشان تبقى عارف لو الانتنا امبيدنس اتغيرت هو ستيبل ولا انستيبل. والعكس بالنسبه لمين؟ للال ان اي. هنبص على ايه؟ العكس بقى اللي هو السورس ستابيليتي سيركلز. نفس المعادله بالظبط بس قلبناها ان انا هبص على مين المره دي؟ جاما اس. يبقى هبص على السورس امبيدنسز اللي اللي هتجارنتي ان الاوتبوت ريفلكشن كوفيشنت يبقى اقل من الايه؟ اقل من الواحد. فبرضه هيطلع لي سيركلز على سميث شارت، وده الراديوس وده الايه؟ وده السنتر بتاعها. هترسم السيركلز دي برضه، ده الجاما اوت بيساوي الواحد. طب برضه اعرف انا فين ستيبل ولا انستيبل ازاي؟ نفس الطريقه برضه، اعوض عند سبيشال كيس اللي هي ايه؟ ان الجاما سورس بصفر اللي هي السنتر. جاما سورس بصفر هيطلع لك من المعادله الاوليه زي ما عملنا ان الجاما اوت بقت بمين؟ اس 2. فلو جاما اوت باس 2 وانا فارض يعني ان الاس 2 بتاعت الامبليفاير اقل من الصفر، يبقى النقطه دي اكيد هي الايه؟ الستيبل. يبقى برضه اللي بره الدايره هو الستيبل، واللي جوه الايه؟ واللي جوه هو الانستيبل. تمام؟ لا ما هو السنتر ده، السنتر ده ريل وايماجينري صح؟ السنتر ده كومبلكس مش كده؟ فهو هيحدد لك مكانه بالظبط يعني، هتبقى عارف الكوردنتس بتاعته يعني. تمام؟ طيب عشان ارد بس على سؤالكم بقى الاخير، البلوكس بقى اللي في النص عامل فيها ايه؟ مش لازم بقى يعني بلوكس زي ده اللي في النص مش لازم ابص بقى على الستابيليتي سيركلز بتاعته. ليه؟ لان انا اوريدي عارف مين هنا الزد لوب بتاعته، واوريدي عارف مين الزد سورس بتاعته. فيبقى يكفي ان انا اعمل ايه؟ ابص على الامبيدنس بس او الريفليكشن كوفيشنت بقى زي ما انت عايز، لكن مش لازم بقى ابص على السيركلز. ليه؟ لان هي مش بتتغير خلاص. هي طبعا ممكن بقى تتغير اكروس ايه؟ كورنرز صح؟ مع البروسيس فاريشن، بس مجرد هنا ما ابص على اللود امبيدنس والايه؟ والاوتبوت امبيدنس بتاعتي. جارانتي بقى الاستابيليتي ازاي هنا؟ ها؟ ابص على الامبيدنس يمين وشمال، از لونج از ان مجموع التو امبيدنسز فوق الصفر يبقى مفيش مشكله. واخدين بالكم؟ تاني هبص هنا، يعني ايه؟ ازاي اجيب الامبيدنس كده؟ لو عندي اي دايره ازاي اجيب الامبيدنس عند اي نود؟ ها؟ انجكت كارنت او ايه؟ او فولتج صح؟ يعني نفترض ان انا عندي ايه؟ 2 امبليفايرز. طب عايز اجيب الامبيدنس هنا هنسميها ايه؟ زد 2 مثلا، والامبيدنس هنا زد 1. اعمل ايه؟ ممكن احط هنا السيريس فولتج سورس، طبعا مش دي سي اي سي مش كده؟ اي سي 1 فولت. خلاص ده اي سي سورس 1 فولت. فالمساله مش هتتغير، الدي سي هيتحل صح لان ده سيريس سورس، فما اضافش حاجه في الدايره. طب لما انجكت فولتج سورس سيريس هنا هقيس مين؟ ها اقيس الكرنت، اقيس الكرنت اللي ماشي صح. طيب فاعرف اجيب ايه بعد كده؟ ممكن اجيب في 1 وممكن اجيب في 2 من المساله لما احلها. طب الزد 2 هي مين؟ ها هي في 2 على ايه؟ على اي مش كده؟ طب ال الزد 1 هي ايه؟ في 1 على ايه؟ على نيجاتيف اي صح؟ يبقى اعرف اجيب كده الزد 1 والايه؟ والزد 2 مش كده؟ الحقيقه في حاجه اسهل بقى. انا اللي يهمني في الاستابيليتي ان انا ايه؟ التوتال امبيدنس تبقى ايه دايما؟ بوزيتيف، ما اشوفش ار بالايه؟ ما اشوفش ار نيجاتيف. فاللي بيهمني هو مين؟ زد 1 زائد زد 2. ليه؟ لان افرض مثلا انت شايف من هنا نيجاتيف 3 اوم، بس من هنا شايف معاها 10 اوم بوزيتيف. خلاص هتبقى لو دي كده ريزونانت سيركت هتوصليت ولا لا؟ مش هتوصليت، رغم ان انت شايف من ناحيه نيجاتيف.
بس الناحيه الثانيه بوزيتيف اكبر منها صح. فاكرين ال ال انت عشان لو عندك اي سيريس ريزونانس سيركت لازم الار دي تبقى بكام؟ ها لازم الار دي تبقى بصفر او طبعا المفروض تبقى نيجاتيف عشان اللوسز يعني، بس افرضوا ده ايديال فلازم دي تبقى بصفر. المايك فصل، المايك مع حضرتك فصل. فايه الفرق بينهم ايه؟ ان انا ما قلتلكيش هنا انا عايز بس حتى لو دي قلبت نيجاتيف، يعني اصل انا لو فكرت فيها لو دي قلبت نيجاتيف حتى رقم صغير قوي ناقص واحد اوم كان ده هيبقى اكبر من الصفر
صح؟ فاكرين المعادله بتاعت الجاما والزد؟ كان اول ما ده يقلب نيجاتيف حتى ولا حاجه بسيطه قوي ده هيبقى اكبر من الواحد. احنا قلنا خلاص هو ده الكونديشن اوف اوسيليشن، انا مش عايز احققه، ده اللي عملناه في الاستابيليتي سيركلز في الاول. ما قعدتش ابص على ديب كام وديب كام وتخيل ان هما سيريس ريزونانس سيركت وعايز اجارانتي الاستابيليتي بتاعتها. لكن انا ليه الكلام ده هنا؟ عشان ده اوف تشيب، ده انا خايف منه قوي، مش عايز اعتمد عليه في الاستابيليتي بتاعتي. لكن هنا انا اون تشيب، اصل انا اللي عامل ديزاين لده وانا عامل ديزاين لده، فانا مش هقول والله لا انا ههمل ده ولازم ده يبقى دايما اكبر من الصفر، وههمل ده ولازم ده يبقى اكبر من الصفر. انا بعمل كونديشن اسهل شويه، ده مور ستريكت طبعا. يعني ممكن لو انا عارفه بالظبط بالظبط كده بالظبط كده، فده مور ستريكت. هنا انا عملت ريلاكسيشن شويه لان انا اللي عامل ديزاين للاثنين، قلت خلاص انا هضمن بس ان ده زائد ده المجموع ده طبعا الريل بتاعه يعني مش كده، يعني هو الاكسبريشن ده مش للريل بس يعني ايه، انا عايز الريل بتاع ده لازم يبقى اكبر من ايه، من الصفر. مهتم طبعا، بس انا هنا ما عملتلهاش اناليسس خلاص. لكن فانا فرض ان انت لو عندك لود هنا انت هتبقي بتحليها باللود. لا لو مش قادر ستيج، يعني بصي تكنيكال كلامك صح، بمعنى ايه؟ بمعنى ليتس سي ان ده اخر ستيج، اللود ده لو اتغير السؤال بقى ايه؟ هيسمع في الزيتو ولا لا؟ لو مش هيسمع assuming ان مفيش reverse isolation issue يبقى خلاص مش فارق. طب لو هيسمع يبقى طبعا المفروض اعمله for all load impedances برضه، بس انا مش عايز اكلكع الدنيا يعني. ده لو هي اخر stage، stage بالظبط كده. لو في stages بقى بعدها خلاص مش هتحس باللود. يعني لو في stage هنا يعني حلو اللي في النص اللي هو ده؟ نفس الكلام برضو، هعمل نفس الكلام وابص على هنا زائد هنا برضو. بس الاسامبشن زي يعني عشان ما انت ما تلاحظيش، الاسامبشن اللي انا عملته ايه؟ ان انا وانا بحسب ال زد 1 بلس زد 2 دي المفروض طبعا اكون واخد تغيرات اللود دي، يعني لو اللود ده انتنه مثلا والانتنه دي بتتغير برضو المفروض اخد الجاما بتاعتها. انا مش عارف الجاما بتاعتها بكام، ممكن الجاما بتاعتها تبقى ب 50 اوم بالظبط، ممكن تختلف. فالصح ان انا برضو ابص على السيركلز هنا، يعني ان انا ابص على الاستابيليتي بتاع ده اكروس السيركلز دي، ده الصح تمام. بس انا يعني ايه، انا كاني قلتها لكم مقسومه، لو هو سنجل ستيج دي الطريقه الصح بتاعت السيركلز، لو هو بقى مالتيبل ستيج همسك كل نود جوه الدايره انا يعني فايه، فانا مركز دلوقتي بقى جوه الدايره ماليش دعوه بالباوندريز، فعشان كده ببص خلاص على ايه كل نود، فببص على الريل بتاع السيريس امبيدنس والريل بتاع الايه الشنت امبيدنس تمام. عادة ده اللي هيحصل، ان الاول والاخير هبص على الاستابيليتي بتاعته خلاص. وعلى فكره الاول والاخير ممكن ابص على الاستابيليتي بتاعته كده تمام، بس اسويب انا السورس بالظبط كده، اسويب السورس امبيدنسز على السيركل على الجاما سيركل بالظبط كده. الايه معلش تاني؟ الاستابيليتي؟ طبعا، لان انت ممكن اللي بعدك يساعدك او يضرك. بالظبط، ما تعرفش ده مظبوط مظبوط. يعني هو كمان الصح يعني زي ما زميلكم بالظبط بيقول كده، ان التست بتاعت الاستابيليتي دي ليتس سي الامبليفاير ده كاسكود امبليفاير تمام. الحقيقه انت مش ضامن، طب ما هو افرض يعني مثلا ده كاسكود، فانت شايف ان هنا واحد على جي ام تمام. فانت الحقيقه الناس بتعمل ايه؟ بتروح عند كل نود في السيركل في السيركت بتاعتها والتست الامبيدنس عندها، لان انت ما انتش عارف انهي نود اللي ممكن ترزونيت وايه اللي تكوز الانستابيليتي. فمش بس ايه ما بين الباوندريز، يعني الباوندريز دي زي ما نقول ايه خطوه اولى تمام، او يعني كي خطوه اولى، بعد كده لو هو سنجل ستيج يعني بعد كده تبدا تبص على الاستابيليتي سيركلز خلاص. بعد كده ممكن بقى ايه تبص على ما بين البلوكس وبعض، بعد كده ما بين ايه الترانزستورز وبعض. بس عايز اسال لو كل
التست ده عاده بيتعمل لكل انترنال نودز. لا بنعملها بقى للي احنا شايفينه يعني. مش هنعرف بقى نعمل كل حاجه يعني. طبعا لان انت بتاكسايت اي سي سورس هنا، فلازم اقفل الاي سي سورس اللي من بره عشان ما لخبطش الحل. لازم يبقى في اي سي سورس واحد في المساله. ممكن نكمل التست اللي فوق. التست اللي فوق هاكسايت 1 امبير واقيس الفولتج خلاص. يبقى اتفقنا ما يهمنيش، مش شرط ابص على زد 1 وزد 2، انا يهمني بارلل كومبينيشن. فالبارلل كومبينيشن ايه هو؟ يبقى الزد بارلل اللي هي الزد 1 بارلل مع الزد 2 هتبقى هي مين على طول؟ تبقى الفي على الايه؟ على الاي اللي هي الفي على الواحد امبير. صح كده؟ فانت هتاكسايت كرنت وتقيس الفولت. الفولت ده على طول هو البارلل امبيدنس عند النود دي. فايه الكونديشن ساعتها؟ كونديشن ان الريل بتاع الايه؟ الزد 1 بارلل مع الزد 2 برضو يبقى اكبر من الايه؟ من الصفر. طبعا ساعات بيبقى اسهل. انت الاولانيه دي بتشيك فور ايه؟ سيريس ريزونانس مش كده؟ الثانيه بتشيك فور بارلل ريزونانس. فالسيركت تبقى عامله ازاي؟ تبقى كده ومعاها ايه؟ ومعاها ار. فممكن بدل ما تقيسها ار تقلبها تجيبها ايه؟ كوندكتنس. فلازم الكوندكتنس برضو يبقى بالبوزيتيف ما تبقاش بالايه؟ بالنيجاتيف، لان دي بارلل بينما دي ايه؟ سيريس. طب سؤال بقى. عند كل نود عاده بتشيك سيريس وتشيك بارلل عشان اشوف هل ممكن يبقى في بارلل ريزونانس عند النود دي ولا سيريس ايه ريزونانس. طب اخر بقى سؤال هنا، لو انت جبت الار دي في سواء بقى في السيريس او البارلل ولقيتها نيجاتيف، هل معنى كده ان هو هيوصليت؟ ها مش شرط، حسب بقى مين؟ الايماجينري. بمعنى ايه؟ ممكن تلاقي فريكوانسيز، ما انت بترسمها فيرسس فريكوانسي صح؟ ممكن تلاقي بعض الفريكوانسيز الار قلبت نيجاتيف فعلا، بس تيجي بقى تبص على الايماجينري بارت تلاقيه مش بيريزونيت، انت بعيد خالص عن الريزونانس. فخلاص يبقى كده ممكن ما اخافش واقول خلاص يبقى الدايره دي ستيبل، لان اولذو قلبت نيجاتيف ريزيستنس بس ما فيش ايه؟ ريزونانس سيركت معاها. مثلا لو هو اندكتور ممكن يكون عدى السلف ريزونانس وقلب بقى كاباستور مثلا. بالظبط تمام. لكن لو هو ال وسي وانت جنب الريزونانس بتاعهم وعندك نيجاتيف ريزيستنس خلاص ده كده كده هيوصليت ما ملهاش حل بقى. هو على زيرو يعني ما يكونش في زيرو كروسنج مع نيجاتيف ريزيستنس. بالظبط كده. سسبتنس لو انا كمان بقى او او اه او هنا بالظبط تبص على السسبتنس. بالظبط كده تمام. يعني بص بترسم رسمه عامله ازاي؟ بص بترسم رسمه عاده يعني بتقوم رسم ايه؟ هترسم نفترض مثلا السيريس ريزونانس، هترسم الريال بارت، الريال بارت بتاع الزد فيرسس فريكونسي مثلا. لقيته عامل، تعال نفترض انه عامل كده خلاص، وترسم معاه الايه؟ الايماجينري بارت بتاع الزد خلاص. تعال نتخيل ان هو طالع عامل ايه؟ عامل كده تمام. فساعتها ايه؟ دي الحته اللي انت خايف منها من الاستابيليتي اللي هو نزل بلو زيرو صح. فانزل ابص هنا الحته دي، لا دي ما فيهاش مشكله، بس لا هنا في حته جت نيجاتيف وجمعها ايه؟ كروسنج للايماجينري بارت، يبقى ده كده انستابل. لكن لو جيت رسمت الايماجينري لقيته عامل كده، يبقى كل الحته النيجاتيف دي اسوأ حته، ده لسه في ايه؟ في مارجن هنا صح. فممكن تحسب المارجن ده وتقول والله المارجن ده كان عندي لسه مارجن ان الاندكتنس دي تعلى بكذا عشان يحصل ايه؟ اوسيليشن. فلو المارجن ده كبير خلاص هتقولي يبقى الدايره ستيبل ما فيهاش مشكله تمام. بالظبط كده. فبتحط مارجن تقول والله عاده في السيريس بنحط مارجن على ال عشان تشوف الايماجينري يعني اتشفت فوق ولا تحت، كانها بوزيتيف او نيجاتيف ال، دي بتبقى اسهل تتخيلها تمام. الشنت اسهل تبص على المارجن بتاع الايه؟ الكاباسيتنس، لان الكاباسيتنس هي اللي بتجمع او تطرح. ليه المسافه دي؟ مسافه من الصفر، فانت هتحسب ده كانه اكس ال يعني، كانه ده بيساوي اوميجا ال.
فهتحسب عند الفريكونسي دي تقول انا عندي مارجن كذا 1 نانو هنري مثلا، فيبقى ده اندكتور كبير قوي يعني. بالظبط. فهي صعب قوي لو انت يعني عامل موديلنج لكل الراوتس، صعب يجي لك راوت انت مش عامل له موديلنج 1 نانو فيكوز انستابيليتي. تمام. لما الريل ايه تاني؟ لما الريل اجرب ونفس الوقت اللي ماجر في زيرو. اه. طب لو مثلا ده الانستابيليتي. اه. تمام. مين اللي اقل؟ الاقل. ما هو اقل من زيرو؟ ده ما فيهوش مشكلة. او اكبر من زيرو برضه ما فيش مشكلة. المهم الايماجنري ما يعملش ايه كروسنج. يعني اهم حاجة ما تلاقيش الايماجنري مثلا ممكن شكل خطر يبقى عامل كده مثلا. تلاقي الايماجنري عمل كده. مثلا عمل كروسنج كده. فيبقى ساعتها خطر جدا الحتتين دول لو جم هنا ممكن يقص ليت عندهم. ممكن. وساعتها بقى ممكن تشوف ايه اللي عامل المشكله وتحاول تزود شويه المارجن ده. فاهم قصدي؟ بس طبعا من غير بقى ما تاثر على المين اوبريشن يعني. ماشي؟ فكاني بديزاين اوسيليتور بالظبط، ما هو الاوسيليتور بعمل فيه كده. بديزاين ال L وال C كنسلوا at a certain frequency وديزاين اكتف سيركت تديني نيجاتيف R، فكأني بالظبط بديزاين اوسيليتور كده. تمام؟ مش امبليفاير. طيب اي اسئله؟ تمام. النيجاتيف R دي مشكله بينه وبينه. ليه بس؟ ما انت كويس ان في مشكله، هي مش حاجه حلوه غير لو انت بديزاين اوسيليتور يعني. ايوه انا مش عارف ايه يعني هتيجي منين؟ ايه الحاجه اللي هتجيب لي نيجاتيف؟ لا يعني بص في حاجات كتير، اما خلي بالك النيجاتيف ريزيستنس بتيجي عاده من ايه؟ بتيجي من انستابيليتي. انستابيليتي فكر فيها ازاي؟ فكر فيها بوزيتيف فيدباك لوب. اول ما يبقى عندك دايره فيها بوزيتيف فيدباك لوب كان بقى في نيجاتيف ار، يعني مفيش حاجه اسمها نيجاتيف ار. ايه؟ اه كان يعني كانها حاجه بتدخل عليها سيجنال بترجع لك اعلى، حاجه بتجنريت باور بس، فكر فيها كده يعني. لو تفتكر كان في دايره بسيطه كده كنا عملنا لها اناليسيس زمان، يعني دايره مشهوره قوي اللي هي بتاعت الكولبتس. انت ده سمول سيجنال اناليسيس بسيطه جدا، انت بتعمل ترانزستور كده. انا بس مش فاكر الرسمه بالظبط، تالي كده وكده باين ولا ايه حاجه كده صح، وبتبص على الامبيدنس بين الطرفين دول، دي على طول هتلاقيها نيجاتيف ار. يعني ترانزستور بس ومعاه هنا كاباستور اللي هو السي جي اس ومعاه كاباستور تاني، واكتب بس الاكسبريشن بتاع الزد ان دي هتلاقي على طول فيها نيجاتيف ريزيستنس. فاي فيدباك حوالين ترانزستور ممكن على طول يجيب لك نيجاتيف ريزيستنس يعني. ممكن لو في كاباستنس عند السورس بتاع مثلا نشوف نيجاتيف ريزيستنس. اه او زي الايميتر فولور مثلا. بالظبط كده. بالظبط. لما تيجي تحسب ال الامبيدنسز دي لازم تقفل الاي سي سورس اللي من بره، والا السيميليتور هيتلخبط، هيفتكرك مدخل الاثنين سيجنالز مع بعض. بس ده مش حقيقي لان انت عايز تدرس دي لوحدها. فاهم قصدي؟ لان هو بيسويب الاثنين مع بعض وده مش حقيقي. فاهم قصدي؟ ماشي، تعالى ناخد بريك نرجع نكمل كمان ايه نص ساعه. ماشي.